منك يا ابو القاسم؟ حتى الدوسات انا اسلم منك. امكسل الله ابو القاسم. بس بس وش هكا بالقاسم؟ بالقاسم وليدي. مرحبا امي. مرحبا مرحبا. بس نهبية شو مقرب؟ ايش هيك متجي؟ سايد بس بس يا واحد دنا شو تخمم لك القرع؟ مرحبا عمك. رشيم لاباس؟ الحمد لله. ها عمي جيت على رجلي. الحمد لله القيرة انت على القبر خلاصت يا وليدي. يلا وراء الباطل. ها حسن أسلمة عاد شطة كذب صحيت صحا كلوا بصحتكم كلوا قيمة يا وقيم واش راك ناوي دير في المستقبل؟ واش من المستقبل؟ دخلتوا اخترع روحكم انت وبابا جبتها مقاجي في العسكر كيفاش واش من المستقبل؟ دوك راح تقعد كيما هاك لازمك تستقر عندك المرأة عندك ولادك هيا نصحك يا بالقاسم اسمع لي أروح تعاوني أروح تخدم معايا تلها بهذو اللي يم يدخلوا ويديروا تشويش وتجي تقعد هنا في زري موسى هذا اللي بيبي وهذو كي ماشي يسموهم العجائز ديالنا سمع خدمة نتاع بياه راح تفغى بحري خير Impossible, monsieur. Prends un rendez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Je cherche du travail. Ah, mais ici, c'est l'administration, monsieur. Il n'y entre pas qui veut. Nous ne sommes pas au Moulin, le Moulin, c'est en face. Merci. Bonne journée, monsieur. Mais essayez à la mairie, peut-être. Maîtresse ? Quel est ? Adam-ta ? Oui, oui. واش راك عند القاسم؟ لاباس لاباس ولدك لاباس وكيف تجي تدير على الميزان وما تجيش تشوفني؟ والله بدا يدير لحقت البارح وكنت معول باش تجي تشوفك والريستورون تمشي شويه اشي شويه فضل شنو كي غندويت؟ انا تشوف كل يوم هكذا يديروا لا شين على التكييف تاع الراضي طيبه يجيو كل دوار الماركت ديال صاحب لاك ديستراكتور كاين ماشي نوار غير واحد دايز هيا ريح يا كريم ريح واش جابك الدلع الميزان شرع الله يجينا بشرع الدولي يدير نجي الدلع الميزان يجيبوا الشرع ولا كونفوكاسيون تاع لا جوندارمري ولا البون تاع الرابي طايمه صح صح راني نحوس على الخدمه شوف علاش ما تشوفش وليد عمتك أمدو ولا باباك يرفضوا صبعهم الصغير يردك الخدمة كما كنت بابا وليد عمتي ماذا بيا ما نطلب منهم والو سمعني في بيا بيا ايه راح يلا روح علاش راك تسكسي فيا الدوية بيا حيث وطن لنظر الأجل استغلال الجزائر
كيفاش نقدر نتصل بهم؟ هما اللي يقرروا. ولدا ما تقدرش وابر القاسم سالم اش كيدير بصح شي تشكال هذاك جيت عندي شغل في لاميري ما حلاوليش ندخل كانت حوايج عقلي ذاك فاهم معليش ايش واضح نسليها شويه اربع يا خيمي اسمع واش نقول لك ابو القاسم هيا على صلاحك خطيك منو يدير علاش خطيك منو راني نقول لك راهو يخدم مع البيبيا ويدي انا عارفو هذا زمان مش حتى نضر ما تعرفوش نعرفو خير منك جا الدار ميام يعسو عليها اود اسلمك شي دايما لك يا البرق روي دبر راسك ياك صحت صحت قاسم اش بيك كان والو تقلقش مرحبا بك نحوس على الكريم واش بغيت نصحكم انت شكون صاحب صاحب كريم خليها بابا خليها اللي جيت تروح ما تطولش ونرجع ما تطولش هاك لوح هذا لوح صاحب صاحب هاي هاي توجد كلش توجد موك تغادر لي chez Madame Tissot et tu mets cette enveloppe dans le trou de la grosse boîte. Tiens, tu la mets dans le trou de la grosse boîte chez Madame Tissot. Là. Donc, tu vois, il y a le coup de chez Monsieur Zorro. Je vais me dire, je vais te dire. Je vais te dire. Ouais, je vais te dire. 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 أنا كنت في العسكر وأنا بني وش راه صاير به راهم يقولوا لكم جاتيو باش تبينوا الانتماء تاعكم لفرنسا كما كان يقول ماسينيسا إفريقيا الإفريقيين وكما حنا لازم نقولوا دورك الجزائر للجزائريين الجزائر للجزائريين de la grosse boîte là. Qu'est-ce que tu as regardé comme ça là? Ils savent pas lire. Il faut bien que je leur explique, non? Ah bon? Allez, tiens. Je sais, je sais. Qu'est-ce que tu sais toi depuis quand tu as voté dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vous qui choisissez pour nous. Ah, allez, je vous laisse. Mais qu'est-ce que tu as choisi? Ça c'est votre tata? Et ça c'est qui?
On a le vrai responsable. On devrait s'en occuper sérieusement. يا سالم يا سالم سالم غير خرج بخالي وش من خير كيف عليك الشيء اللي درته استنى فهمني وش راح تفهمني يا استنى فهمني كيف خلاك ربي تتسلع على بني ما تشمش عيب عليه وما تجيش تقرب لبني اخطيه ما تجيش تضر به وليدك راح يمشي مع علي ميساليس مع علي ميساليس يا خالي حسين اسمع انا نهضر معاك للمره الاخرى خطيبني الكرسي هذا اللي راك فيه انت انا كنت فيه قبلك ما تحشمش تولي على ولد خالك ما تحشمش Belkacem. Il est absent du village. Sbah li mliḥ. Lazem hada l'ashiya ndoru ala kam l'nchour li rahom dayrin bina. Qulu lhom ghadwa yhabtu l'dra' al-mizan. Ilḥqu l'thma ilḥu f'l-ard w ma yitḥarkouch. Ma yitḥarkouch min thma ḥṭīt l'qus ḥabna. Monsieur Grosbois. Attends. Suivez-moi. Karim Hossein. Entrez. Bonjour, monsieur. Nous ne pouvons tolérer un tel désordre. Les meneurs de cette mascarade doivent être punis, ainsi que toute association de malfaiteurs. C'est la loi. Et nous sommes là pour la faire respecter. Il faut les libérer. Ils n'ont rien fait. Crime, écoute-moi. Si vous croyez que c'est par l'intimidation que vous y arriverez, vous trompez. Dis-le à ton fils. Mais je vous assure que ce n'est pas de l'intimidation. C'est la twiza. La quoi ? La Twiza. Ah, c'est quoi ça, la Twiza ? C'est la solidarité chez nous. Elle joue pour tout. Pour les 14 des nôtres en prison, on est là aussi. Donc, je vous crois. Je vous crois. Mais si nous libérons les hommes, pouvez-vous nous garantir que votre fils ne fera plus de politique ? C'est difficile à dire. Il est majeur. Et... C'est à vous de le convaincre. Vous avez de l'autorité. L'ordre doit être rétabli. Essayez, nous vous faisons confiance pour cette fois. Sinon... Je propose de priver de bons de ravitaillement les familles des individus impliqués. Je pense également que l'on pourrait anticiper l'appel sur le drapeau. Ça éloignera les jeunes désœuvrés et ça empêchera aux agitateurs de les recruter. Voilà. Ou vous les calmez, ou j'appelle les forces de l'ordre pour le faire. Si nous laissons la situation se dégrader, d'autres noirs se soulèveront. Ben faisons appel à l'armée. Et je vous promets que l'ordre sera rétabli. Ils sont cousins, m'avez-vous dit. Oui, monsieur. Cousin Germain. Je connais Belkacem. J'ai déjà eu affaire à lui en 39, à Drail-Mizan. Il était secrétaire de mairie. Esprit rebelle. Retour à toute discipline. Son père a été gardé champêtre. Il est aujourd'hui chef de la Tchema. Toute cette agitation est mauvaise. Elle répand les idées subversives des partisans du barbu. Faut manœuvrer. Récupérer les récupérables, il y en a.
persiste à dire que tout le monde doit se passer la tête sous l'eau froide et savoir raison garder. Il ne veut rien entendre, pas même son propre père. Je vais être clair. Ce que vous semblez sous-estimer, c'est le poids qu'il a fini par acquérir dans la région. Toi, tu le considères comme ton cousin, ton rival quelque part. Moi, comme un dangereux agitateur qui a obtenu des résultats, si j'en crois les rapports qui atterrissent sur mon bureau. Le parti interdit dans lequel il milite, et surtout ses idées se baladent dans la région, je ne veux pas qu'elle s'installe. Je souhaite le rencontrer avant mon retour vers Tizouzou. Le rencontrer ? Qui, Belkacem ? Mais c'est tout de même pas le gouverneur, on peut le convoquer, non ? Faites-le lui savoir. Bon, il est où le caïd ? Oui, je vous le dis. Le parasite. Il n'est plus passé à la maison depuis que son père l'en a chassé. Où peut-il se terrer alors ? Dans la forêt, avec les chacals. Trouvez-le, c'est un conseil, hein. Trouvez-le. Allez, suivez-moi. Allez. Salim. Ma t'hachimch tjib li l'jadar miya l'dari. Wach ndir lik ana? Ma yhawsou ala wlidek. Yhawsou ala rwahhom, tjibhom li nta. Hadi min shi'ib alik. Rah Allah yesahel alik. Qalb wajhek menna ma nzidch tchouf fik. Khamj. فرنسا والقايد واش راهم يديروا في الناس بزاف سيطرون شفت وعلى بالك كل شيء هاو هذا المشهور الشيء اللي راه فيه لازم نفهموه للناس لازم نوعيو الشباب لازم نوريو لهم طريق الصواب الطريق اللي خرجنا من هذه المحنه اللي حطنا فيها الاستعمار والقرا وقتاش تبدا القرا لا عقل برك وعلاش ما نديروش كما داروا الجماعه عمر بوت قلموت وجماعه في الاربانات ديالك انا كنمشي وسلح وراء سلح كل حاجة في وقتها كي نكونوا واجدين هذيك الساعة السي الحاج هو اللي يمد الأمر السي الحاج إيه مسلي الحاج زيد فضلك ليه سي الحول مراش هنا سي الحول هو مشغول مع مع سي الحاج مع سي الحاج بصح ما تخصنش راسك هنا كاش ما خصك يا سي كريم عبد الكريم كريم بالقاسم الله يبارك بارك فيك كان استدعاء باش نوقف في المحكمه تاع تيزي وزو من على 3 ايام 22 مارس بالضبط واش درت باش تهموك تهموني بالمساس لسياده فرنسا حتى انت لا سوفرانتي دي ليطا مالا نسمي محامي لا ما نسحقش محامي انا جيت لهنا باش نشاور قياده الحزب واش لازم ندير نبلغ سي مرباح نبان نخبروك هكذا سي عبد الكريم فهمنا هاي بقى بقى صح هاي سهل بالك ديروا في بالكم بلي راني خايف من الحبس حتى في مكان رجال رقاز نتاع الصح خير ملي نلقاوهم في بلايص واحد اخرين اخي يا اخي ما نضيع في وقتي واش ما يشوفك عاود دبر راسي عمرا اكرا الخير كان على الخير على الخير انت واحد كريم هكا زرا كريم وعمران انت هو عمران انت هو كريم انا ماكش هكذا تخيلتك الحمد لله الحمد لله يمين زر الحمد لله ريح ريح احضر راسي لاعي واش راك لاباس وانت الحمد لله صار بس كريم Thank you.
Police, dis à Adjoussine que deux policiers de la PJ désirent lui parler. Goulou le baba qui sort. Baba, abba. Chken. Policier Mhous Ali. Akhraj al Hadj Hussein, akhraj. Police. Alors, pas de nouveau? Pas de nouvelles du jeune prodige? Belkacem, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas où il est. Il dit qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? Toi et tes fils, vous allez venir avec nous. J'ai pas oublié de courir avec nous. On les embarque. Allez, allez. Plus vite. Allah, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. اشفع عليها سل مرضوس هذي بعد الوان هي طول شيء بقينا هو اهلا سيكري صحة الدويز مرحبا بك سيكري متشرفين في اسماعيل جمال عاصمة احد يشوف الله يبارك اسمحوا لي لما قدرش القعد بزاف معكم نعم لما جيت مرة الأخيرة للجزائر باش تشوف القيادة فيما يخص الزعزعة اللي جاك من العدالة الحزب عيلك محامي باش يدافع عليك لا باي ليش محامي جماعة تاع الحزب اقترحوا عليا باش يعيلوا لي محامي انا رفضت هذا قرأته في محضر اللقاء راك رافض المحامي ايه ورافض كل المساعدات الحزب اقترح عليا حتى مساعده قالوا لي دير رايك انا درت رايي هذا مكان وباش نكون واضح معاك الشيء اللي درتو هذاك اللي راني شايفه لازم نديرو مع هذوك الكلاب نتاع الاستعمار ما رانيش رايح نرجع للنور والحزب اذا كان راه مصمم على الطريق اللي راه جايبها نقولها لك من درك ما رايحين نوصل لحتى نتيجه انا راني خيرت طريقي واسمح لي راني مزروب صح سي اسماعيل يبقى على خير بلغ لهم الناس فرصه بس على الاقل نفهموه واش انا غالب عليك سمعت بودنيك ما عندوش وقت يقعد ولا كان خمس دقائق في مكان واحد حكموا عليه بالاعدام ولا حكموا هذاك اسمع لي سكرت اسمع لي بزاف بزاف وانا مخطط وكان زدت شويه كان ما لقيتنيش واش راهم يقولوا الزعامة؟ هم يقولوا بالله لازم لك تخليها في قسنطينة حتى يلقاو المكان وين تخبى اسمع اسمع ما كاينش 77 طريق عباك واش تقول لهم؟ قال لهم ما كاين لا قسنطينة وما نروح لحتى مكان واحد اخر راني راجع للقشرة تاعنا راهم صحابي يسناوني فيها فهمت؟ الله Nous avons tout essayé. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. Depuis 1947, un condamné à mort, quatre fois plutôt qu'une, se balade sous nos fenêtres. Et toi, Amdoum, toi, tu me dis à moi que t'as tout fait? S'il y en a un qui voulait l'éliminer, c'est bien moi. C'est sur moi qu'il a tiré. Assadis! Assadis!
تسعدين اخرجي 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 انا نقول لك هاك مخبيه في دار باباك اش راك دير هنا دير هنا الزيب نتاع راجلك ولا مخبي اخرج من هنا ورجعك يكونوا رجال رجال عارفي رجال تحشمش تعد على مرا اضربني كلمتش على وجه تفلي راه فيك رشق راك مالش تعرف تصالي الناس يقولي خلصوا فيك باش تقتل في ابن عمك جيت بين فرجة تاعك على مرا وحدها يخي رخيص رجلك هو رخيص رجلك اللي رخيص رجلك اللي قتال قولوا له يجي لعندي راجل براجل خايف تقولوا الكلام هذا وحده وجاي تعدى على مرته لوحدها سكتي قولوا له راجلك يجي يديها اذا كان مازال راجلك يعرف اللي يلقاك لعنت الله عليك حق الدم هدايا غزال جاي تلحقك لدارك شاك تحوس وشنو هذا؟ هذا كادو من عند كريم بالقاسم كريم بالقاسم؟ كريم بالقاسم ما فاميليا ديالي فاميليا ديالك؟ أنا عمي أسلم وشاك رحتي أسلم لقى غنف كل عهد باللي غنقطر القانون الحزبي ونس فهمي مثلا باللي الجيراتي اللي غنكنا رتنفنو ما يلقى غنرف السلاح انا رفت السلاح ينفسن باللي غيما الله ظن ذوي ذا كله بنا رسل اللي ذل الموحلة تخذ من الثورة يمسلين اقي ود اللي وبغاث نسيو غميث ود المرة دامر حسن
أبي القاسم العناش ما يتلاتك السمع على صاحب خرائف هتاك. شوف أبي القاسم انتي رأي هاي من دار دار بلاصة بلاصة عييت تحتمت حياتك دبراسك، ولكن هذه بنتي. هاد عمر ما قلت ليش بلي ماشي بنتك، بصح راهي ثاني مرتي والمرأة تكون يكون رجلها. رجلها تلقص رجلها ياك، رجلها ما عندوش بلاصة، حكموا عليه بالإعدام وانت راك تجوز وقتك تخبى باش تسلك راسك. هاد عمر حكموا عليه بالإعدام ماشي على خاطر سرقت ولا واش درت، حكموا عليه بالإعدام على جال الثورة، رانا في الثورة. أبو القاسم هذا هو وقت الثورة، ولكن أبو القاسم يوز مربي ما خديش خلي بنتي هاي ما هكذا نطلب منك حاجة طلقها. هي بدا عمر شو تقرضك ياكي تخيرتو يا علاش بدا عمر الكلمة الأخرى ترجع ليها هي اللي تقرر. خطيب يا ما عندها حتى كلمة، أنا باباها أنا اللي نسيلها وأنا اللي رايها. معليش نقدر نسلم عليهم؟ سلم ثلاث أيام على ولدي. أمد منطقة قبيل سي مرباح نتاع 49 ماهيش هذيك نتاع البداية تاعي في 45، راهي عامرة بمناضلين صحاح وبإطارات نقدروا نعولوا عليهم. هذا الإطارات عندهم مجوزوا باش لحقوا المستوى اللي راهم فيه. اي برك بصح الشيء اللي ما فهمتوش كيفاش نقدروا نرميوا هكذا بالجملة رجال ضحاوا بأعز معندهم من أجل القضية تاعنا. كيفاش يعجب مناضلين تاع منطقة واحدة يغلطوا كاع كيما راهم على ضربة واحدة؟ هذا حتى الكومبل والمخير في الدنيا ما يقدرش ينجح هكذا 100%. لازم الثقة تاعكم في الزعيم تكون قوية وأقوى من هك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سي محيدي. صباح الخير. أهلا سي كريم. أهلا. عزم شافك. الله ينورك سي الحاج. مرحبا بكم. الله ينورك. واش راكم لاباس؟ لاباس لاباس. تفضلوا سي كريم تفضلوا. تفضل. سي كريم واش رأي الحال عندكم في منطقة القبائل؟ أنا سمعت بلي كاين شوية فوضى وتشويش وبلبلة في صفوف المناضلين. رانا نديروا في المجهود تاعنا سي الحاج باش المناضلين اللي راهم في القاعدة ما يتأثروش بهذا محاولات الانشقاق اللي كاينة في الحزب. بصح الكثرة منهم راهم حابين يفهموا كيفاش إطارات قدم وعندهم خبرة تفصلوا من الحزب وتجمدت النشاطات تاعهم. مناضلين كيما سلامين دباغين سلامين سي مبروك بن حسين سي عمر وصديق وواحد اخرين، هذو مناضلين كبار وكلمتهم مسموعه. اطارات البيبيا وام تي ال دي لازم يكونوا قدوه للمناضلين في القاعده وما لازمش يغلوا حتى فرصه للعدو باش يطبق سياسه تفريق تسود. حتى احنا رانا 100% ضد التفرقه، هذا عربي هذا قبيلي هذا شاوي هذا مزابي هذا ترقي هذا من الشرق هذا من الغرب. بصح هذا الناس اللي تقصاو سي الحاج. شنو هذا الناس اللي تقصاو؟ اللي تقصاو الناس اللي ما يامنوش بضروره ان الامه الجزائريه لازم تكون في كفاح ضد الاستعمار، عندها انتماء وبعد عربي اسلامي، وما يامنوش بضروره انها تكون جزء لا يتجزا من هذا النسيج الكبير اللي هو الامه العربيه الاسلاميه. يا سبحان الله يا سبحانك يا اله العظيم، يكرسوا في البعد البربري والعصرنة ويدبدبوا في عقول الناس. دبدبوا عقول الناس يا سي كريم. لا اله الا الله. قل لي سي كريم واش احوال المنظمه الخاصه اللي تولاها بن بله؟ فيما يخص المنظمه الخاصه
رانا قايمين بها. المناضلين اللي جندناهم ورانا ندربوا فيهم راهم متحمسين. بصح رانا مخصوصين سلاح سي الحاج. ايه سلاح لازم له مال كبير، ومن واجبنا ان نعملوا كل مجهودنا باش نوفروه. سي كريم انا عندي ثقه كبيره فيك، التعبئه وتوحيد الصفوف هو اللي قوينا. سي الحاج جماعه لحقوا قولوا راني جاي. السلاح نقرو قرناش القرن شنو نرمى امريكان المناظر الروسيه لا بالو كانون يوم فيس خفيف القرو يلسم. شحال رانا ندورك يا عمر؟ 25 تبرس ونسنحن كاع ماشي كامل. رمح. نعم. جا المرسول تلعب بن بولعيد؟ جا اليوم جاب معاه شويه سلاح و 20 بوتوكاس هكذاك. مليح. وزاد سقساني قال لي ولا عندكم شويه دواء؟ عندنا دواء؟ كاين شويه. عطى لهم نص مشي اللي عندنا. حاجه ثم زواروث لقصت ضرب طروحت بمجاهد عزيز طاس فين يلقى الزرب ما الحوذي الغابة ناضي قبريد يلقى النظام رزاف ذي اليوم دقر فير ذي اليوم ذي كبريد ليت الماس تتلي ترباث فيريس وذي دي كبريد بعد ترباث تلي ذي الماس. سمح لي اسيدي دوش بصح الكلام اللي راك تقول فيه ما عجبنيش. الواقع نتاع المدينه وتاعنا هنا في جبل ماشي كاع كيف كيف. يا سي كريم انا ما رانيش نقل من كلامكم ولا راني نقص من المجهودات اللي راكم تبذلوا فيها في منطقه القبائل انت وسي عمران. اما علاش يا سيدي دوش راك تقول باللي بلاد القبائل راهي متوخره على المناطق الاخرى؟ ما قلتش متوخره ولكن انا نقول كلامي ونعاوده. منطقه القبائل راهي منفصله على كل. اسمع 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 احبس. واش منفصله على واش؟ انفصلت على كل حركة الثورية الوطنية. تسمح لي هذا الكلام هذا يا سيدي دوش انت اللي راك تقول فيه ولا قالولك باش تقوله لنا؟ ما قال حتى واحد. هذه قناعة. منطقة القبيل راهي معزولة على كل حركة السياسية الوطنية. مرة تقول منفصلة مرة معزولة فهمنا في هذا الكلام. شكون اللي راه يقول في هذه الهضرة هذه؟ اللجنة الثورية للوحدة والعمل. لجنة جات باش تلمس الشمل اللي قالنا عليها المرابط سي هاشمي حمود. خلوني نكمل. اللجنة الثورية للوحدة والعمل جات باش تلم الشمل وتوحد الصفوف وتفجير الثورة الهدف تاعنا الوحيد والأساسي. ثورة ثورة احنا فجرناها في بلاد قبائل ما سنيناش حتى نظرك. يا سي كريم على بالي ولكن ما تكفيش لازم هذا تنفجر في كل مناطق الوطن. ما لا نروحوا تكلموا مع مناطق الوطن هما اللي راهم منفصلين ومعزولين احنا بدينا طبعا. على بها يا سيدي الدوش على حسب ما راهم يقولوا راكم بديتوا عندكم مشروع باش تقسموا البلاد المناطق وعلى حسب ما سمعنا منطقة القبائل راح تنتمي للعاصمة وقالوا لنا بلي انت يا سيدي دوش اللي راح ترأسها. حاشا يا سي كريم حاشا يا سي كريم احنا واش دنا الكلام هذا احنا رانا نتكلموا في واقع. أو سي بن بولعيد علاش ما جاش؟ راح يجي راح يجي تكلمت معاه وقال لي بلي راح يجي. اسمح لي انت مع المصاليين ولا مع المركزيين؟ انتم اللي راكم مازالكم تعبدوا في مصالي الحاج. بصح اسيدي دوش فهمني علاش راكم جايبينها عقب مصالي؟ علاش راكم جايبينها عقب؟ يا سي كريم حنا ما رانا ضد حتى واحد. اسمع مليح اسيدي دوش قول الخوا هذو نتاع الكوميتي نتاع ما نعرف واش راح ندرسوا الاقتراح تاعكم مع المناضلين تاعنا من بعد نرجع لكم الخبر. بصح نقول لكم من درك نفس الكلام اللي قلناه لسي هاشمي حمود راه هضر معاكم وعطاكم شروط تاعنا ما نرجعوش عليها. نقولها لك ونعاودها لك تعلم الجماعه نتاع اللجنه والجماعه اللي راهي تدير في المشروع باللي في كل حال من الاحوال الناحيه تاع القبائل راهي ناحيه قايمه بذاتها ومحال تقدر تكون تتبع اي ناحيه واحده اخرى. راك سمعت. سمحوا لي. معليش سي مربح معليش. وين كنا؟ كنا نهضروا على قرارات الحزب. ايه
راكم ضيعوا في وقتكم مع بن خده وجماعته اللي قاعدين يديروا في الدعايات ويغلطوا في الناس. ولا توما ثاني راكم تخلطوا مع المركزيين ومعولين على الانشقاق. اسمح لي سي مرباح، بصح قبل ما نجاوبك على السؤال تاعك ماذا بي انا نطرح عليك سؤال. تفضل. هل راكم مع العمل المسلح وفي الحين؟ جاوبني نعم ولا لا. هاي الهضره. وش هي الهضره هذه؟ وش معناتها هذه الهضره بالذات؟ طول عمرنا احنا نضلوا على استقلال الجزائر، تجي اليوم انت تطرح لي هذا السؤال؟ وقيل ما فهمش الشيء اللي يقصده السي كريم. العمل المسلح يبدا دركم في الحين. العمل المسلح مازال ما درتو شيء. ماهوش زرده لازم له تحضير، ماشي هالواح برك ودير عمل مسلح. سي عمران حاب يقول الا راكم دايرين هذا الحل في حسابكم. رانا وصلنا مرحله متقدمه في تحضير السلاح وتوفير الالاف المناضلي الحزب، واخترنا جهه القبائل باه تكون هي المنطقة الأساسية اللي يرتكز عليها هذا الأمر. رايح تكون الجهة تاعكم قلب الثورة. اسمح لي سي مرباح، بس حرك فجأتني بشي اللي راك تقول فيه. كيف هذا؟ شكون هذو اللي راهم يحضروا في السلاح ويسلحوا ألاف المناضلين؟ وكيفاش حنا ما على بالناش؟ ما فهمتنيش. إيه خليني نجيب لك. ما يعني يقول لنا ما شعرك مناش في الحزب ولا كما خل عمران حنا ما رناش في الحزب. بالعقل سهلة، درك نعطيكم الجواب بالعقل. هذه رسالة جات من عند سي الحاج وكي غادة وصلت، نقراها لكم. إن مجمل النشاطات المناضلية الحزب يجب أن تؤدي إلى تدوين القضية الجزائرية، ونحن نعتقد بعون الله أننا سنتمكن خلال هذه السنة الجارية من تقديم القضية الجزائرية أمام اللجنة الوطنية، لجنة الوصاية بالأمم المتحدة. أسمع سي مرباح، كي توجدوا روحكم عيطوا لنا. هيا عمر علي. بعد الاجتماع 22 كل مناطق راح يتنظم وتحضر لاندلاع الثورة في سرية تامة، وعلى هذا لازم نردوا بالنا حتى لآخر لحظة، وخاصة للخوة فيما يخص تاريخ اندلاع الثورة. والمناطق تاع الوطن كيفاش راح يعرفوا باللي احنا رانا حددنا تاريخ اندلاع الثورة يوم أول نوفمبر؟ هذه حاجة بين سيدي دوش، نخليوهم يكملوا في التحضيرات وفي آخر لحظة نقول لهم راهو الحق نهار الحسم. من الضروري نعلمهم باللي تم إنشاء جبهة التحرير الوطني، وجيش التحرير الوطني هو التنظيم الوحيد للثورة الجزائرية. الجبهة أبوابها مفتوحة لكل الحساسيات السياسية، أما فيما يخص الالتحاق بهذا التنظيم الجديد لازم يتم بطريقة فردية مش عن طريق أحزاب. هذه جبهة ماهيش حزب. خويا حكيم كرويا أفلان، مادام شأن جبهة التحرير الوطني أفلان، وش رايح نديرو باللجنة الثورية للوحدة والعمل كرويا؟ ايه كرويا هذا بالنسبة لي الكرويا خلصت المهمة تاعو. اذا لازم احنا نبداو ونلتحقوا بالجبهة. احنا اللي هو اللي راني موافق، اللي راه موافق معايا يا فديد. أنا باش نحلو الكرية. أنا موافق. كامل موافقين. ولا خلاص، ما بقى لنا غير نخبروا الخوان اللي راهم في الخارج. بصح نقول لكم من درك، المهمة ما راحش تكون سهلة. رايحين نحاربوا ربع قوة عسكرية في العالم. وحنا ما عندناش السلاح. على بالكم كامل بلي ما عندناش السلاح. سلاحنا الوحيد هو الإرادة تاعنا. والإيمان بالقضية تاعنا. بصح ربي إن شاء الله ينصرنا. لبالكم أغلى حاجة يمكن يضحي بها الإنسان من أجل قضيته هو أنه يضحي بنفسه. قليل منا، قليل منا يمكن يعيشه حتى الاستقلال.
صح ربي يطول عمرك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعيشوها مع بعض. سي مضيف تنجم دورك تقرا لنا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الى الشعب الجزائري. ايها الشعب الجزائري، ايها المناضلون من اجل القضيه الوطنيه، نعلمكم ان غرضنا من نشر هذا الاعلان وان نوضح لكم الاسباب العميقه التي دفعتنا الى العمل. باش العشاوي؟ لا باس. باش الدعوه؟ ماشي لا باس. هاوليك البيان 1 نوفمبر. هيا كملوا. نهار اندلاع ثوره لازم ننشروا البيان. هيا جماعه الله يعاونكم. ايوا الخوه راكم تسمعوا. هيا براروش. باش كي حيط السي زوران. ضد ابو قروي يمزور عنك لقى في مطاو الضيفه اجا ضرمينا في العسكر. هيا رنو الى قاد السيدة خمنو كاين مزبرني هو كيميا قد من سلاح على سلاح على في الدنيا. لقى تاخرت تاخرت الاستعمار الفرنسي ولا لقى طوض ها تناوض. اول نوفمبر ليله اول نوفمبر رايحين ناخدو مصيرنا بين يدينا ونتحملو مسؤوليتنا، حتى لو كان رانا مخصوصين السلاح ومخصوصين التاويل كيما خاوتنا كاع في البلاد، بصح هادشي القليل اللي عندنا رايحين نرفدوه في وجه الاستعمار الفرنساوي. الثورة راح تكون طويلة طويلة وصعيبة صعيبة بزاف. شحال من واحد منا راح يخلص بحياته وبدمه. هالتعليمات لازم تبلغوها ل 400 جندي اللي مثلوا جبهه التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني في بلاد قبيل. نحن الجزائر. شويه كرتوش. هذا مكان. هذا مكان. مكانش خماسي. كاينين هنا ها كاينين. ارفد. العمليات العسكريه اللي صرا في ليله اول نوفمبر ما كانوش في المستوى اللي سطرناه. اسمح لي سي كريم، رانا هضرنا بزاف على هذا الشيء. قوه البارود كانت ناقصه. والسلاح ما يكفيش. 130 حبان 400 فرس داروا اللي عليهم وزيد نقص الاتصالات راهو اثر على تنفيذ العمليات. انا ما عجبنيش الحال خصوصا العمليات اللي تنفذت ضد الكازرنات، كنا قادرين نديروا خير. المهم يا جماعه الحاله تاع الخوف والرعب راهي ساكنه فيهم. المهم ان الثوره انفجرت في كامل مناطق البلاد وهذه المره ان شاء الله رايحه تستمر. تقول يا الجزائر مقذرة سفيان سيدران. أهلا سي رمضان. أشرف أشرف لاباس. هذه مدة خمس سنين. حسنا بخير. بصح انت هو انت انت ثاني. هيا ادخل مرحبا مرحبا ادخل. الحطام يا خويا السلفي. وسي عمر واش حولك؟ لاباس. واش اخبار الحزب؟ فلان. شنو فلان؟ بي بي ام تي ال دي. بي بي ام تي ال دي طرطق. اه الحزب طرطق.
خلطت ما بين جماعه المصريين وجماعه اللي كانوا يسميوا رواحهم المركزيين، تعين على راسهم بن خدام. تاع بن خدام ايوا نتوما علاه ما مشيتوش مع مصالي؟ شكون حنا القبائل؟ شكون احنا؟ كنا مع خويا والكريا كان يطالب بتفجير الثوره في الحين، ما نبقاوش نستناو حياتنا كامل. شكون يسير في الكريا هذا؟ حتى واحد ما يسير. الكريا تحلت واندبجت مع جبهه التحرير الوطني غفلا. قول لي الاتصال بين المناطق كيفاش راه؟ الاتصال كي تكون حاجه لازمه تكون حاجه كبيره. هي صح. راه هو كيفاش تعينوا الضباط تاع الجيش؟ كيفاش تعينوا مجاهدين في الجبل؟ شكون يعينهم؟ نعينوا نروحوا نجيبوا الشعب ينتخب على المجاهدين في الجبل. اي صح صح. ها هما القايد تاعنا حيه كيفاش دير؟ النايب نتاعو يخلفوا. توفى سيدي دوش ربي يرحمه، خلفوا زيرو دي يوسف على المنطقه الثانيه. الموت تاع دوش خساره كبيره. سمعت باللي سي نميد باغين رفض باش يصير الثوره، علاه؟ هما اتصلوا بيه جماعه الخيار وقال لهم بالحرف الواحد جو نو برون با لو تران اون مارش، بصح ماهوش ضد الثوره. مثلا جبهه التحرير البيبان تاعها مفتوحين، الثوريين كامل وتو لي باتريوت، حتى الجماعه تاع العلماء الشيوعيين، جماعه فرحه عباس. هو جبهه التحرير الوطني باش يدخلوا لها ماشي كاحزاب، كشخص باش نحققوا الهدف الواحد. اسمح لي دوكا نبقاو، تبقى غير انت تهضر، لازم نتفاهموا شويه. لازم نتفاهموا. سامحني راني خمس سنين وانا مخبي ياك. اعذرني نهضر بزاف. صح راهم اتصلوا بسي لامين دباغين، على ما داروش هكذا مع جماعه الشيوعيين وجماعه فرحه حباس. انت حمود يقول لي وين راك حاب توصل؟ حاب نوصل نقول لك لازم كاين راس قايد. وانا حاب نقول لك باللي السر الكبير تاع الثوره الجزائريه انه عندها قياده جماعيه. هذه ما نختلفوش فيها. انت ما تخالفنيش الا قلت لك هذا الشيء الكل، لازم واحد ينسق، واحد يقود، واحد يدير كل شيء. هذا اللي ينسق شكون اللي يعينه؟ هذه نفكروا فيها مع بعض. العزة وحضار الرنو لجندي عليا والسب
لا جندي عقلي عوسا سكريب لقدرة حرارة صبر القرار من الطاق. السلام عليكم. سلام كريم. مراد. لا كريم واش راك سافا؟ لاباس كنا ساق لك ذيب باليسترو. واه انا نتبع هذا نتاع الجدود ما نقعدش في بلاصه وحده. وانت؟ انا ما عنديش بزاف ملي دخلت بالعاصمه تلاقيت مع عبان. ما عنديش شهر تلاقيته مع سعد دحلب. عبان راه هضر لي على الحاله اللي رانا فيها وقال لي ما تعجبش خلاص. مازال يهضر على ليزامبروفيزاسيون، مازال يهضر على النظام ماشي مليح. وانا قلت له كاش نهار يجيبها في روحه. نظن عنده الحق، لازم تكون قياده راس واحد. بصح لازم نتلاقاو مع جميع الخوه باش ندرسوا هذه النقطه كما يلزم. طفي النار يا جماعه. اون جينيرال J'étais en train justement de lire les notes que vous avez transmises. On continuera après. Penchant. Cette Kabylie que Krim Belkacem a organisée depuis longtemps commence à bouger. Mon général, pourquoi ne pas monter en grande Kabylie un contre-maquis par des hommes sûrs? Aux membres de cette armée spéciale, on donnerait d'abord des mousquetons, puis des armes plus efficaces. Votre avis, capitaine. Monsieur Soustelle, le gouvernement général a fait appel à nos services, mon général. Le service action du SDES pour mettre le projet sur pied. Elle n'accepte pas. Il y a tellement de offrir à l'aide de Rigel Bachikouno. جيش سري نعم الكونتر ماكي اسمه كيما هذاك نتاع هذاك الخبيث واسمه بلونيس اسمه كيما هذاك نتاع الخبيث نتاع بلونيس. وقل لي هذا الطار واش يكون؟ عندي 20 سنة ملي نعرف زمان كان في الامتيال دي من بعد جبد روحه درك ما نعرف. عندك فيه ثقة؟ ما نقدرش نقول بلي عندي فيه ثقة، بصح الإنسان لازم يحضر روحه. يقول بلي عنده ضمانات كبيرة من الفوق. الفوق؟ نعم. الفوق وين؟ مانيش عارف. غوفرنومون جينيرال دياستي زداس. وعلاش ماشي سوستال بنفسه؟ وهذا الشيء محابين يديروه هنا برك عندنا في القبائل ولا كاع المناطق الاخرى نتاع البلاد؟ في الساعة يقولوا هنا برك. صح. اسمع، على حسب ما فهمت راهم يحوسوا مجموعة من الرجال باش يديروا بهم هذا الكونتر ماكي. يسلحوهم ويصرفوا عليهم. ما لا قل له حنا نوفروهم الرجال هذو اللي راهم يحوسوا عليهم، بصح بشرط حنا نخيروهم واحد بواحد. بصح بسيسي الشيء اللي راك تقول فيه شيء خطير سي كريم. هذه الحكايه ما دخلتش في راسي. سي نصر بالعقل برك ما تفهمنيش غلط، دوق نفهمك. سي زيدات ما جيت لهنا ما شفتني، الهضرة اللي دارت هنا تموت هنا. معلوم. صح. مات 36 مات 41 شحال كاين؟ 30 هذا ما كان. مازال الموسكوتان درا كيما تفهمنا درا
هاك هاك درهم. شحال كاين؟ زوج ملايين. زيدونا من بعد. زيدوا لكم، جبتوا 30 رجال، جبنا لكم 30 سلعة، جيبوا 60 نجيبوا لكم 60، جيبوا 100 نجيبوا لكم 100. صح. فهمنا؟ فهمنا. هيا فرقوا. هذا واش كاين؟ كاين موسكوتون. انا وجدت كوار تاع جماعه 30 واحد عطيهم الاسمر، هو اللي نضر يخدم لي كارت مزيفين هكا باش ما يحرقوش الخامه. حاسبينهم دي ميساليست. ما انا وقعد ساكن الكوادونسي وزرينا لا وزرينا لا كل شوي يضرهم. حضرتك قلت لهم سي قرا ياسر. اي الله يعاونكم. داكور. في الامان. صح. الله يسهل. الله يسهل. Ça va, j'ai compris. Allez, on dégage. Mais c'est quoi ça? Une douille. Je vois bien que c'est une douille. Des douilles de mousqueton. Ça ne vous dit rien? Non? N'en avez-vous pas distribué plutôt généreusement ces derniers temps? Désolé, monsieur le directeur. Les fêles vous ont berné comme des bleus. Une opération bien huilée, mais à l'huile d'olive. La dernière embuscade. Écoutez la bagatelle de 35 morts.
Cessez donc vos sarcasmes, Antti. Vous n'êtes pas de drôle pour un sou. D'après mes sources, cela va chercher dans les 1000 à 1500 Fellous, gracieusement armés par la République, monsieur le directeur. Mais nous avons enfin pigé. السلام عليكم. صحيح. مرحبا. لا بس. تريال سي كريم. يعطيك الصحة. ريال استنانا. أهلا. أهلا سي كريم. هذا البرية ديها لسي محمد. سي محمد. أنا أمير. هاي. الله يسهل. الله يسهل. عندك يحكمك بالبرية. صح. الله خير. كويس. قلنا نبعثوا برية لزيغوت. شوف لي كاش واحد يديها. مالي يا سكري. هاي. هيا. سلامة سي كريم. روح دي لما أمرك تبرثيني وجدن لقف نتشيع رجل لهم وجدن باش يمشي فهمهم مليح. هاد البريات عندهم قيمة كبيرة لازم يسلموهم لمواليهم في يديهم. لا فهمناهم كلك مهني أمرك. إذا تقدر أي شيء في الطريق ما لازمش هذا البريات يطيحوا في يدين العدو يأكلوهم يحرقوهم يدبر رأسهم. المهم ما يطيحوش في يدين العدو. تفهمنا؟ ما يطيحوش في يدين العدو. سيعرف هذا عن ربي. مقرام سامي روش. يا ربي نحكم الطريق. واجدين براوت واجدين واجدين يا مخ قصي لوطك كنت رخت شوف من على ساعة لازم تلمني قاع جماعة هنا يربع صح هاي الله يسر نصر وراه نصر نصر راه هنا قول لي شي يربع. Je veux un véritable barrage de chars, délimitant la région comprise entre la Soumam, les Bibans, la route de Sétif, la route de Bougie. Nuit et jour, l'aviation arrosera cette région avant que l'armée ne se mette en marche. Je veux qu'un filet aux mailles infranchissables se referme sur cette région. Si mes renseignements sont exacts, tous les chefs rebelles n'en sortiront pas. À vos postes!
كاسو وين فكر شو عليك اخي لاباس علاه دخلتوا لا واش حبيت خليكم تموتوا هنايا خليونا نموتوا ماهيش خدمتكم هذه ماهيش خدمتكم انتوما عندكم مهمه وحده اخرى احنا مهمتنا نوصلوكم سالمين صحاح فهمت ولا حرام ودركم ما نخرجوش منها هاي هاي اخرج اخرج اتحرك بابور انا فينا واش واش مازال مازال نفوت واش بالك فات Ça suffit. Essayez d'obtenir confirmation de ce que vous avancez. Et viens y voir du con ! Envoyez deux compagnies sur la côte 192. Viens, mon général. Et appelez l'appui-feu. هذا حسب لكم توضرتوا اي توضروا ابو خر صح يا ليرت كبيره محمد عليك ماشي هذا وسرا توضرنا صح جمالي معنا واحد ما يعرف طريق ها توضرنا حتى وصلنا لدوار ابو نوح دوار واش دوار ابو نوح وين جا هذا دوار ابو نوح والله ماني عارف العقل لا لبس سلامات لبس جاي هنا من السواحل تاع البويره هنا
عمرا. مرحبا بكم. مرحبا بك سي صادق. صحيح صحيح وجماعة. هاي تبعوني. هاي هاي سلام. هم لحقوا الجماعة. لحقوا مرحبا يا صادق. هيا وكالة السيف. بس يا بلاد بس سلام. سبيتي براش عيدتو شوية. شوية أبو عمران. قداش؟ سي سليمان. أنا كيف سيد؟ سي كريم. لا بسيش. أنا. ربي يوفقك. كيف اليوم؟ بس. خير. أشكي أنا كيف وقر؟ أش قوض نظري؟ عندي سمانة من اللي تقصد. أرنو نفتح لغديز بربر. شحال عندكم اللي مشيتوا؟ درت حساب تاع ثلاث أسابيع نكون في البيبان. الرصاصة خلاتنا نمشيو كلنا. هاي ريحوا لي هاي. البغلة. وين راح؟
كاش واحد منكم شاف البغلة؟ عميروش. نعم سكري. وراه البغلة؟ كنت مع سي رزقي. سي رزقي شكون هذا سي رزقي؟ رزقي سي قاسي. وي. هيا 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 روحو عليه. ها؟ سيتي با موا كيش ما تياني مش هزيل. ضرب قاسي. هيا صوب صوب. هيا هيا حوسوا على البغلة. هيا هيا تحركوا تحركوا. هيا هيا تحركوا. هيا روح انت معاهم وشوف شوف. هيا هيا حوسوا على البغلة. سي با بوسيبل سي با بوسيبل سي با بوسيبل. ما ترجعوش بلا ما تجيبوها. هيا 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 حوسوا. كلش راه فوق البغلة. سلاح الدراهم. حتى المشروع تاع المؤتمر راه تم. كلش راه تم كلش راه تم. هيا حوس. كاش ما لقيتو. رزقي. قاسي عميروش. حرام سكري. هيا هيا. وين زاد سي رزقي يا كيو. سي با بوسيبل. هبطوا لتحت هبطوا لتحت. على جال البغلة لازم نبدلوا كلش. لازم نبدلوا موقع تاع المؤتمر. الحمناوية هذه البغلة نتاعنا جات تاعنا ولا غي جات عرفت الطريق وجات ابراهيم وي والله غا البغلة جات اي اي والله ولات تيان المولا يغفنو فتقاف هي بتيت بيجي كانت رفضة البغلة تاع الهمل كلش كلش كيفا كلش كامل الوثائق تاع المؤتمر بهم بالدوبل تاع لي زانفيتاسيون الاسمو تاع اللي كانوا جايين الموضوع المشروع تاع المؤتمر وزيد حتى 500000 واش عميروش كاش ما عندك امكان واحد اخر خممت البلان بي كان مضرب فوق رسالة مقران راهي مأمنة ب 1500 جندي تقدروا تجتمعوا ثم مليح خلينا نشوفوا لاس تاع البارود تاع الليله ونشوف هذاك المكان هاي دوك لازم ناخذوا قرار نروحوا للمكان اللي قال عليها بيروش اي هذه قام ماشي خدمه هذه واش سكرتاري كامل في بلاصه واحده وفوق زهر تاع بغداد اي دوك ليش ليش راه صرا كلش اللور بصح لا اسمح لي ماشي قضيه ثاني اللور ولا لا عنده الحق يبقى على بالهم كلش امبرو لي ريسك نروحوا لبلاصه ما نعرفوهاش بصح لازم كان بيروش هذه بيروش انا فكرين امنا والامان ريسبونسابيلتي خلي شكون يروح ليهم جماعه شوف يشوفوا اللي يتفرج لازم تبعث في الحين اتصال باش يخبر جماعه تاع الشرق اللي بدلها المكان يقول لهم المكان الجديد اللي راه في افري معليش درك يمشي لهم سي قاسي والكوموندو نتاعه والفرقه اللي بقات يمشيو معكم نزار مقران اي صح ها هاي اسمعي هاي سي قاسي هاي كلمة السر زكار فوق مليانة هذا مرحبا السلامة السلامة حكتو بخير بس الحمد لله الله يحميك بس توما سي قاسي سي زيغوت مرحبا بكم أهلا بك سي زيغوت أهلا كوموندو قاسي من منطقة ثلاثة شرف مرحبا بك مرحبا
مرحبا مرحبا. شكرا لك. لاباس. السلام. مرحبا بك. مرحبا بك. والله انا فرحت كي شفتك سيدي غوت. واش هذا الجهنمه هذا؟ حنا سميناها معركه البغله. على هذيك راهي تحتم تاع القياده باش تبدل البلاصه تاع المؤتمر. انا بعثني الكولونيل عمروش باش نجي نقابلك نخبرك انه لازم نروحوا لافروز لي. وانا وجماعه راح نرافقوكم حتى ثم. مرحبا بكم في منطقه القبائل. سي قاسي الكبيله عداو طلقوها 30 عسكري وراهم متخبين في الشجر لتحت. هذا الكونفو خدعه حبوا يهفونا دارين زعما الكوما راهم غير فايتين. خليهم يجوا ما نبوجيوش ما نتيريو حنا نديسيديو وقتاش نديرو هناك. سكت راه محاصرين بكل مكان. راهم حنا نخرجوا مع الزغوت للحصار واتقوا.
محمد وبدر وزير وهيد او غريب نلحقوا جماعه وصلت من عكبه هذه وصلت الواد ونلحقنا هاي كبل هاي مازال طيبه. لاناش حتى الوقت باه نتعرفوا بين بعضنا جابنا على النفس مصبح يلا 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 اسمحوا لي الخاوة سي كريم كلفني بالمهمة والمهمة هي ضمان الأمن والحماية. سجالي قوجيلان سجالي قوجيلان. طيب دار سكرين غيرنا هذا الموقع لأنه استراتيجي كما راكم تشوفوا منا نقدروا نشوفوا لي كونفوا ولي ميليتار اللي جايين من طريق كان لنا غير طريق واحد اللي جنب المجال سيدي عايش وصلح ومن هنا درنا ثاني العصا ومن هنا كما راكم تشوفوا جبل الفري كازيمو امبوسيبل باش يهبطوا مثلا بنادم ما يقدرش يمشي في هذاك الجبل. وين حطيتوا العصا عمروش؟ حطينا كما راكم تشوفوا كاع في ليكولين كامل كاين العصا. واش رايكم؟ مليحه يا سيدي ياك ضربت فيها رصاصه درك تروح لتونس تشبع روجي. ما نحبش الروجي. واش حاب تروح لمصر ديريكت؟ هنا يموت قاسي. مليحة على هذا النهار
على خاطر راح يبقى راسخ في التاريخ. الشهر اوت 1956 رانا في 16 هنا مجتمعين باش نعطيو دفع جديد للثوره. ومنطقه الوراس شكون رايح مثل الوراس؟ كي عدنا جايين في طريقنا لهنا منطقه البيبان المكان الاول اللي المفروض نجتمعوا فيه وانتم طولتوا ما لحقتوش. الظروف ظروف يا سي عبان منعتنا باننا نلحقوا في الوقت. على بالنا سي زيغود على بالنا والحمد لله على السلام. كنت نقول تلاقينا مع عمر بن بوليد هز معاه بريه من عند خوه مصطفى موكلوا فيها باش ينوب عليه في المؤتمر ورجع على طريقه على اساس انه يلتحق بنا في الايام اللي جايه. كيفاش سي مصطفى بعث خوه عمر باه ينوب عليه؟ هذا اللي مكتوب في البريه. انا قريت البريه تاع بن بوليد ونعرف منيح الكتابه تاعو. نقدر ناكد لكم انه هذه البريه صحيحه. ما علينا غير نستنى عمر بن بوليد يرجع ونشوفوا معاه. لكن يا سي عبانه سي مصطفى راه استشهد. كيفاش مصطفى؟ كيفاش تتاكد من هذا الخبر؟ انا عميه يا سي الشريف مصطفى استشهد. ربي يرحمه ويرحم الشهداء. اختي هذه اختي. لا اله الا الله. وفيما يخص الخارج شكون رايح يموت الخارج؟ بعثنا لهم استدعاء وعلى حسب المعلومات الاخرى اللي لحقت قال لك راهم حاصلين في الطليان وانا ما ظنيتش يلحقوه هنا على رجليهم. الا ما كان جماعه الخارج وجماعه الوراس وما كان حتى واحد من يمثل الحركه الوطنيه احنا رانا نرفضوا باه ينعقد هذا المؤتمر. السي زيغود السي زيغود غير بالعقل. اسمح لي يا سي كريم اسمح لي على الاقل ناجلوه. شوف عزيزي عود فيما يخص جماعة الوراس راكم جبتوا لنا معلومة ما فهمنا فيها والو. بصح جماعة الخارج هاو سي بن مهيدي. لا اسمحوا لي يا جماعة اسمحوا لي أنا صحيح مشيت الخارج ورجعت لكن هذا ما يعنيش أني نقدر نمثل الإخوة أيت حمد وبن بلة وخيضر. صحيح تلقيت معاهم وتناقشنا فيما يخص موضوع السلاح في مصر لكن واحد مفوضني لكن الشيء الوحيد اللي نقدر نأكدو لكم هو أن القواعد اللي ترصت عليها أرضية هذا المؤتمر واللي تم الاتفاق عليها في العاصمة تتماشى مع أفكارهم. يا جماعة هذا ما راه إلا مشروع مشروع وثيقة المؤتمر وضعوه الإخوة وزقان شنتوف والبجاوي تحت الإشراف تاع السي كريم بن مهيدي وانا راهو بين يديكم. درسوه مليح باش كي يرجع عمر بن بوليد ان شاء الله رانا نطلقوا في العمل. واش رايكم؟ ان شاء الله كي يرجع عمر الله يبارك. علاش وانا ندعوي في حياتي انا نوضي الحمامك ما يقدرش نركع. ما يقدرش يركع. يقدر يصلي وقف. جوز صلاتك. عايلي تقدر تصلي وقف. يا وسي عمران هي هي الصح. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر شهد لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يتعيني الحق الوقت باش نعودوا هيكل الثورة بطريقة جذرية بمعنى أنه العسكري يكون تحت تصرف السياسي في السياق لابد الأخوة المتواجدين في الخارج أنهم يلتحقوا بالوطن. هذاك الساعة نوحد القرار السياسي ويصبح العسكري ينفذ واش يقرر السياسيين
ماهوش العكس. صح، أولوية المدني على العسكري وأولوية الداخل على الخارج، هذا هو. رغم شدينا عامين إلا كملنا بهذه الطريقة، كل قايد في الناحية نتاعو يضرب وقت ما هوالو، كل طير يلغى بلغاه، ماش راح تطول تاعو. الحق الوقت يا حكيم باش الثورة تاعنا تمر لمرحلة جديدة. مرحبا بكم السي، فيها خطر حتى لنفوسنا. سي عبان، بغيت نعطيك نصيحة أخي خو، واسمح لي. هذو قادة كبار وقادوا الثورة حتى الوقت اللي رانا فيه، وما تنساش كل قائد فيهم عنده وزن ثقيل في الناحية تاعو. احنا ماش راح نقصو، رايحين نشاركوا معانا في صنع القرار. نجيو احنا من التالي نقول لهم ضربوا هنا ما ضربوش هنا، والسياسيين في الخارج هما هنا يضربوا في بارود. مش راح تكون سهلة. معليش نظموها من القواحل. طولت الحكاية والله يا 35 يوم بزاف بزاف. السلام عليكم. السلام ورحمة. السلام عليكم. يظهر لي بن مهيدي وعبان ان شاء الله راهم يتعاملوا معنا كانهم مسؤولين كبار وحنا غير جنود بساطه. بالك حاسبين احنا ثوار تاع جبل تاع بارود ما نفهموش في البوليتيك. جاب لي ربي انه اصحاب العاصمه راهم كونوا قياده، وحنا رانا هنا غير زياده قدره فوق عشر. هذا كامل ما يهمش يا سي الاخضر، المهم نبقوا محافظين على قناعاتنا ونوصلوا في الطريق اللي بديناه، بهكذا نكونوا في خدمة القضية السياسية. من تسمع عليهم يهضروا نقول عليهم متحمسين باش يديروا كما خاوتنا التونسة، استقلال داخلي وبقى تستنى، وهذه ما رايحة توصلنا حتى نتيجة. يا رب. مش في كريم اللي جاي هذا؟ هو هو. صحيتوا يا جماعه، السلام عليكم. السلام. واش ريحتوا شويه؟ عجبتكم شويه البلاد؟ لاباس لاباس ان شاء الله لاباس. كنا نتكلموا على واش هي في الحقيقه، رانا حاسين بعض الامور راها تتنسج في ظهرنا. واش كومبلول؟ اه يا سي بنطوبال، احنا الثوار المجاهدين تاع الساعه الاولى لازم تكون عندنا كلمه واحده، ونقعدوا دائما متحدين كي يبداو الاجتماع تاع المؤتمر. شوف يا سي كريم، رانا طولنا وحنا نستنى، يا نعقدوا هذا المؤتمر يا نأجلوه الوقت واحد اخر. وانا ثاني على هذاك الشيء جيتكم، غدوا ان شاء الله 20 اوت يبدا المؤتمر. الحمد لله. الحمد لله. ها هكذا صدينا الشيء اللي يلزم، وحتى واحد ما يقدر يلومنا. نشكركم كي صبرتوا معنا، هذه 15 يوم وحنا نستناو في الجماعه اللي كانوا جايين باش يشاركونا في هذا الملتقى الحاسم، هكذا باش تكون الجزائر كلها مثلنا. المهم ما خرج حتى خبر، السر قعد هنا. باسمكم وباسمي نشكر الناس تاع هاد الدشره، وخاصه السي عميروش مع كل اللي راهم معاه، سي قاسي، سي وعراب، سي عبد الرحمن ميرا وغيرهم. راه السي عميروش قرا حساب لكل شيء في تحضير هذا المؤتمر. راه عندنا في كل دشره مسؤول نظام اللي هو مستكلف باش يسكن ويوكل المجاهدين، هكذا اللي يقدر يقنعني باش نجيو لهنا الاوزلاقي بعد ما تخلينا على قلعتنا تاع عباس بسبب هذيك البغله اللي هربت وبالوثائق تاع المؤتمر. المهم نخليو الكلمه لسي بن مهيدي. بسم الله. الله يرحم الشهداء اللي ضحوا من اجل هذا الوطن. الله يرحم الشهداء. اولا نشكركم اللي لبيتوا النداء، وثانيا نتاسف اللي جماعه الوراث وجماعه تاع الخارج ما قدروش يكونوا معنا، والسي علي ملاح اللي راه محاصر في الصحراء راه بعث بريا يتاسف فيها، كيما نشكر السي عبان على المجهود الجبار اللي قام به باش هذا المؤتمر يساهم في اعطاء نفس جديد للثوره. تفضل سي زيغود. بدايه نحيي العمل المسلح، وين في وقت قصير قدر جيش التحرير الوطني ينجح في الامتحان، وهذا بفضل تضحية الكبيرة نتاع الشعب اللي مشى معاه ماديا ومعنويا. يا جماعة جيش التحرير الوطني راهو در زلزال سياسي في الجزائر. تفضل سي عبان، أعطينا جدول الأعمال باختصار.
رايحين ان شاء الله نطرقوا لكل المشاكل، نقرا لكم جدول الاعمال، الوضعيه السياسيه، دور جيش التحرير، الافاق السياسيه لجبهه التحرير، فشل التنظيمات السياسيه القديمه، الدور السلبي للمصاليين، ضعف التزام الشيوعيين، الاستراتيجيه الامبرياليه لفرنسا، شروط التفاوض مع فرنسا، والاهم من ذلك اولويه السياسي على العسكري واولويه الداخل على الخارج. Au sol, les opérations de police continuent. Les gendarmes interrogent, finissent d'assainir la région. Mon général, nous avons appris que certaines bandes subsisteraient dans la région. Mon général, d'après le commandant de zone, il n'y a aucun fait dans le coin. Alors, si tant est qu'on puisse distinguer un fait d'un paysan. Alors il faut vider le bocal. Prévenez les habitants de toutes les douars par un lâcher de traque. Elles doivent évacuer tous les douars 24 heures si elles ne veulent pas périr sous les bombardements.
القضية تاع التقسيم هذه يا سي زيغود دات لنا شوية وقت وقيلة. سكريم شوفوا سي عمير اش اسمح لي ولا شي غير سكريم هذه 15 يوم المؤتمر ما بغاش يكمل وقد ما نطولوا قد ما يصعب علينا تأمين المنطقة وزيد هذه 35 يوم وحنا في هذا المضرب 35 يوم وما خرج حتى خبر والله يا شعبنا شعب عظيم الوحدات العسكرية نتاعنا راح تقوم ببعض العمليات في المناطق مختلفة هكذا باش نلهو العدو ذاك الساميروش ما بقى لناش بزاف نزيدوا قعدة هذه الليلة غدوة على الفجر ان شاء الله نكون لكم لنا كل شيء هاي تكل على ربي هذا عين ربي يلا هاي كملوا هاي السلام عليكم السلام ورحمة السلام ما سكرين هاسي عباد وين لحقنا في قضية التقسيم براتيكمون كملنا قسمنا الوطن الى 6 ولايات الولاية الأولى هي منطقة الوراس الوراس الممشى وراس الممشى شالدو شوف مليح بنطب لبس صح الولاية الثانية هي منطقة الشمال القسنطيني الولاية الثالثة هي منطقة القبائل وين تخلص الولاية الثالثة؟ الولاية الثالثة تخلص في السواحل تاع سور الغزلان برج باريج الولاية الرابعة هي منطقة الوسط تجي من مدية تروح حتى القريب الجوايه تاع بوسعجان الولاية الخامسة هي ولاية الغرب الجزائر تهبط حتى الجوايه تاع بشار واللي بقى من الوطن الصحراء الكبيرة تاعنا هي الولاية السادسة بقات برك واحد الحيثيات هكذا تاع القضايا العسكرية ودارنا ندقوا فيها هذا أسبوعين وحنا من اجتماع لاجتماع الشيء ماشي سهل بصح كيما نقولوا بالقبيلية لا ثبوريت ونحسب المهم الحقل المرغوب تاعنا وخططنا كيما يلزم باش نوقفوا في وجه واحدة من أكبر قوات نتاع هذا الوقت خلال الاجتماعات تاعنا تجادلنا تناقشنا هذا شيء طبيعي فرنسا راهي تحوس باش تخلق قوة ثالثة باش تتفاوض معاها من غير جبهة التحرير الوطني تفضل سي زيغود كاش ما عندك تزيد بارك الله فيك سي كريم أنا ماذا بيا نبارك التقسيم الجديد نتاع مناطق البلاد إلى 6 ولايات وكل المسائل الأخرى اللي راح تساعد تنظيم الثورة خير من اللي كان وبالرجوع للتجربة المتواضعة نتاعنا نقدر نقولوا باللي راهو شيء ما يتم من غير المساندة العظيمة نتاع الشعب اسمحوا لي راني خايف نطول عليكم ولهذا نرجع الكلمه للزوج ركائز اللي سهروا على التنظيم الفعلي لهذا المؤتمر بالك يقدروا يشرحوا لكم خير مني ميثاق مؤتمر الصمام بغض النظر عن الخلاف والجدال اللي صرا كان اتفاق على نقطتين على الاقل من جهه مؤتمر الصمام هذا يقترح باش ثوره تدعم بهيئات اللي تسمح الاستغلال الامثل للموارد المتوفرة مادية وبشرية يمكن بعض المسؤولين ما راهمش مقتنعين بها 100% وعندهم بعض الاعتراضات أنا نقترح عليكم باش تفكروا مليح في هذا الميثاق مشروع ميثاق هذا المؤتمر رايح يعرض على هيئة مختصة تدرسوا وتوافق عليه رايح نقرأ عليكم في عجالة أهم ما خرج به هذا المؤتمر أولا تقسيم البلاد إلى 6 ولايات يعني المنطقة صبحت واسمها ولاية ثانيا إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني تحديد القانون الأساسي والنظام الداخلي لجبهة التحرير المنظمات المسيرة اللي هي ألف المجلس الوطني للثورة سينارا وباء لجنة التنسيق والتنفيذ لسسيو إعطاء الأولوية للداخل على الخارج في إطار تحديد العلاقات أولوية السياسي على العسكري وسادسا شروط وقف القتال وكيفية التفاوض تحية الجزائر نتلاقاو إن شاء الله في الاستقلال إن شاء الله بارك الله فيكم وإحنا من جهتنا كي نرجعوا لشرق البلاد رايحين نوصلوا هذه التوصيات اللي خرج بها هذا المؤتمر ونصوص هذا الميثاق لجماعة المنطقة الأولى الولاية 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 ها وش رأيك يا سي عبان
واش تقول له كان ردوا اولويه العسكري على السياسي؟ حتى العسكري ما يفهموا في السياسه. كان بعض الامور اللي بالك الانسان لازم يذكرهم للتاريخ. الثوره الجزائريه ما راهي لا حرب اهليه ولا حرب دينيه، والهدف نتاعها ماشي باش ترمي ولاد هذا الوطن الاصل الاوروبي، لا، الهدف نتاعها باش تقضي على النزعه الاستعماريه اللي هي بحد ذاتها ضد الانسانيه. الثوره الجزائريه قامت باش تسترجع السياده الوطنيه، هكذا باش نبنيو جمهوريه ديمقراطيه وشعبيه اللي تضمن المساواه والعداله بين كل المواطنين بدون استثناء. مثلا حتى اليهود لحد الان راهم مترددين وخايفين مش عارفين واش الطريق يتبعوها. احنا نتمناو انهم يلبيو نداء الوطن، يامنوا بهذه الثوره ويسحبوها حتى يوليو يفتخروا بوطنيتهم الجزائريه. لا ريفوليسيون ليكسكلو بيرسون. كيف حنزل طويل وشاق ومرير، لكن تحت القيادة الحازمة لجبهة التحرير الوطني نصر راح يكون حليفنا بإذن الله، وراح يتوج مسيرة النضال الطويل اللي خاضها الشعب الجزائري. راح قرب الوقت وين الشعب الجزائري رايح يحصد ثمار التضحيات اللي قدمها بشجاعته إيمانه، قوة إيمانه بقضيته والعلم الوطني الجزائري. راح يرفرف اسم الجزائر الحرة المستقلة السيدة. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. Je descends ouais. Ici. Merci. Je continue à pied, ouais. D'accord. Kim. La Claudine. Pierre. Merci. Pas de quoi. Kim. Bah, pense à toi, mon ami. Ok, d'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne route. Bye, bye. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واحد البرد برا يا سي عباد. صحيت. بالضبط يا كادر. سلام. صحة سي المهدي. أهلا سي بالخدا. سي كريم. تفضل. شعلتوا شميل يا؟ لازم. سمحوا لي طولت عليكم. سمح. راكم عارفين بلي ما نقدرش نتحرك كيما نحب. بصح أعطيهم الصحة لي شولي. لحقوني حتى لهنا. أعطيهم الصحة. أيوا. كيفاش قدرتوا تخرجوا من مكان مؤتمر الصومال بعد ما خلاص؟ الدخله كانت صعب من الخرجه. وانتم؟ حنا راك على بالكم. نعرفوا مليح المكان، وزيد كما حكيت لكم في مباك كاين بزاف من المسبلين يعاونونا. جاتنا شويه سهله. الحمد لله. شنو نقول لك يا سي كريم؟ انا البارح خبرنا عن سيد بن طوبيل. زنزله. سي زيغود ربي يرحمه واستشهد. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. وين صرات هذه؟ في الضواحي تاع سيدي مزغيش. كيفاش؟ كان جوستومون يحاول يوزع على الخاوه القرارات اللي خرجنا بهم في مؤتمر الصومال. كان عنده حراسه قليله. طاح في كمين. الله اكبر. الله يرحم الشهداء. حتى هنا في الجزائر الدعوه ماهيش مليحه خلاص. الشعب راهو يغلي. راهم حاسين باللي الجبهه ماهيش قادره باش ترد عليهم. يا جماعه كاين سؤال راهو محيرني
يا هل ترى هذه العمليات اللي رانا نقوم بهم في المدن ما يأثروش سلبيا على العمل السياسي؟ ما يهمناش الرأي العام، يهمنا رد الفعل. وراني موافق مع حكيم، رغم النداءات العديدة اللي وجهناها لهم باستثناء جماعة على اليسار وبعض المثقفين، الرأي العام في فرنسا راهو ضدنا. أنا في رأيي نركزوا على الرأي العام اللي راهو هنا. في هذا السياق لازم علينا ننشر نداءات لجميع الفئات المتواجدة هنا في الوطن. واش قلتوا؟ نبداو بالعمليات في العاصمة. De la part de Monsieur Bitat. Salut. Je vous ramène votre courrier, monsieur. Monsieur Benhidi. Vous êtes aux arrêts. Cette fois, vous avez perdu. Vous vous rendrez bientôt compte que c'est vous qui avez perdu. Monsieur. Allaire. Allaire. Commissaire Allaire. تونس ولا مازال منا على ساعه نوصلوا للحدود. راك تشوف برج المراقبه هذاك اللي هنا؟ انا نشوف فيه هي. تونس موراه. واش سي كريم؟ اضطراب البلاد. اضطراب البلاد. خايف من حاجه واحده برك، خايف لا يموت ويقدر اللي شرب ما يدفن فيه. تعيش ان شاء الله يا سي بن خده وتشوف الاستقلال ان شاء الله. شوفوه كيف كيف عليك. نزيدو نقدمو جماعه كي نلحقو البرج لين هيك نريحو نستناو الليل يطيح. هيا تعذب كتر وكتر. إلا تحتمت عليك دير عملية جراحية ديرها وتهنى.
العمليه الجراحيه اللي لازم نديروها نديروها لجبهه التحرير. عندنا سمانه هنا وندورو في بلاصتنا لحقنا الوالو النظاريين الشيوعيين يعطينا في الدروس في الالتزام وتقبض عليها لك اموري سوداء باش كيتشي السلكو. حنا هنا قاعدين نتناقشوا تعرف علاه ما لحقنا لحتى نتيجه خاطر ما كانش واحد يفصل في القرار. هي فاهم كيفاش السنين من فيفري من التحكم دبجاوي حتى لشهر تاع جوان باش صرحنا بالترشح نتاع عمر بوداوت على راس لافيدراسيون دو فرنسا. فهمني كيفاش يا عبال لازم الفصل لازم الفصل الفصل في واش في كلش ماشي لازم كل قرار ناخذوه نتحقوا منه باللي راه يلبي رغبه الشعب ولا لا؟ لا صح خليك من هادي بنطوبيل واش راه يدير هنا عضو في سيسي هو عضو ماشي عضو ماشي عضو واش جابوا الاجتماع تاع هيئه ما راهوش عضو فيها شكون اللي صدق عليه شكون اللي تزكاه الهيئه نتاع الثوره مازال ما لحقش عليهم عام ماشي في 11 شهر اللي راح تتخلق عندنا تقاليد سياسيه بنطوبيل راه هنا على خاطرش انا خممت بلي رانا محتاجين كل واحد عنده النيه والرغبه في العمل باش يخدم الثوره رانا عندنا شحال من حاجه لازم نديروها والسي الخضر راه مناضل بقيمته ما عندنا ما نقولوا فيه وانا ما راني نشكك في القدرات تاع حتى واحد راني برك نهضر على نظام على تنظيم ولا طريقه في العمل برك صح خليك من مطوبل نايب القديم تاعك واش راه يدير انا شكون عميروش شكون عميروش راه انا على جلس السلاح ما راش باش يتفسح وانا قلت راه يتفسح خاطرش ما فهمتش علاش هذا السؤال بالذات عنده مسؤول ولا ما عندوش عنده ولا ما عندوش إيه عنده شكون محمدي السعيد وعلاش ما جاش محمدي انا روح حط نفسه زعما معلم تاع الثوره عبال انت راك جايبها عقاب المسؤولين العسكريين وراهم كامل يقولوا بلي راك حاب تسير كلش يقولوا على ارواحهم انا نسير مش نسير انا مش نسير كي جست من الولايه الخامسه ما عندك ما خليت لهم بصوف مازالوا زعفان عليك زعف على روحه انا ما قلت غير الحق كاع كيما راهم كيما قلت لك راهم يقولوا بلي راك حاب تسير و وتكونترولي كلش عندي ما نسير تشوف هذه ما تختلفوش عليها يا سيكري هاوا كاين كثير منهم حاط روحو معلم في الثوره تعرف يا سيكري من الحل وراه مجلس ثوره جديد نحطو كلشي على الطابله يبان كلشي الثوره لازم تتخلص من هاد الجراثيم هذا هو المشكل تاعك هذا هو المشكل تاعك بالذات راك حاط روحك فوق الناس كامل ماني فوق حتى واحد راك تخلق عديان لروحك باطل هلاك الانتقادات اللي راك تديرهم للناس اللي راهم معنا عندك الحق فيها بصح لازم تعرف كيفاش تهضر معاهم هذو بشر ماشي حجر نتاع الدومين يخضعوا المنطقه الارقام يا خويا انا هكذا بدلوني ما ندير غير واش يفرض عليا ضمير الثوري والضمير تاعي يقول لي ما تفرض حتى حاجه على حتى واحد حتى تقدر تفرض على نفسك على بالنا بلي راك قاسي ومزير حتى مع روحك مانيش ندير في هذا الشيء باش يشكروني ولا يديروا لي تاج فوق راسي ولا حتى يحمدوني ولا حتى يضموني ولا مانيش محتاج يصفقوا عليا ماني ندير حتى حاجه لنفسي وماني حاب والو لنفسي كيما قال ستانبيك تعرف ستانبيك مشكيتش ما جاش على ايد يحيى بوسى هاك اقر ما تحشمش وان كان الخير بالك ما نعرفش اللي الف اون ان كومبا دو تو بصح ما نعرف اللي جابك للثوره واللي وقف معاك حتى النهار اليوم حبس حتى واحد ما جابني للثوره 5 سنين وانا في الحبس علاه على جال واش الهضره هادي بعدها وين توصلنا هيا لا مي بورت كونسي فوريونير لسينارا Il faut réunir le CNRA. Il faut réunir. في تقريري كنت كتبت ونأكد باللي السيسي راهو في أزمة وهذا من اللي جينا للخارج كتبت باللي الحالة راهي خطيرة
سمحوا لي نعتذر قدامكم كامل على خاطر غلطت. انا مغلطت وغلطتكم معايا. الحالة راهي خطيرة خطيرة خطيرة. كان لازم على السيسي يركز على الداخل، لكن للأسف تخلى عليه. هضرتني يا سي عمر. يا سي عمر، كيفاش تقدر تقول هذا الكلام؟ نهار رحنا لتونس في جويلي، في نهارها عقدنا أول اجتماع. حاب نكمل كلامي. قلت لكم هضرت على لسي علي، لا لونتور، لا ستاغناسيون، حتى لا نيجليجونس. هذه كامل بسبة السي سي او اللي ما طبقش القرارات نتاع مؤتمر الصمام. هذه 3 سنين من اللي انطلقت الثورة، وحنا كقيادة ما زلنا ما وصلناش طموح الشعب وجيش التحرير. السي سي او تخلق باش يكون ايتا ماجور سياسي عسكري يقود الثورة، مغروس في قلب الاستعمار المتوحش. ولا فلان على حسابي راهو مغروس بما فيه الكفاية في التراب الوطني، ما راهش محتاج الحملات نتاع الانخراط. رانا ننتقدوا في توصيات مؤتمر الصمام ولا واش؟ لازم علينا نلغيو كل شيء هنا ونزيدو نستغناو على كل انواع الجهاد الاخرى؟ انا نقول لا، بالعكس، لازم نحضروا روحنا المرحلة الحتمية واللي هي مرحلة المفاوضات بوضع مؤسسات سياسية محدودة. أنا عندي رأي آخر على بعض الاتجاهات. مع احترامي للسي عبان وتقديري الكبير أخونا المرحوم السي العربي بن مهيدي، الله يرحمه شويه، هذا الشيء راني كتبته في التقرير ورسلته للسي سي يو. ولا لا السي عبان؟ صحيت، هذا رأيك سي عمرو، يبقى رأي. ما بالنسبة لي كل شيء قابل للنقاش، حتى واحد فينا هنا ما يملك الحقيقة كاملة. على مرة خير أو يهضر عليا يا عمران. يا أخويا، ثورتنا ثورة بشر، ما راهيش ثورة ملائكة. التجربة تاعنا لحد الآن علمتنا باللي من أسرار استمرار الثورة القيادة الجماعية وتعدد الآراء والنقاش الديمقراطي. هادو هما خصوصيات الثورة الجزائرية. في الواقع ينقصنا شوية انسجام وتوافق. هذا التوافق اللي صنع أول نوفمبر لازم نرجعوا له، به نتقدموا إلى الأمام. هذا كله بدون زعيم. صحيح صحيح يا سينامين، الثورة ماهيش بحاجة الزعيم ولا بحاجة المعلم، الثورة بحاجة الثوار. والثوار ما راهمش غير سلاح. الجزائر راهي في الحرب، تحتاج نخبة حزبوية ماشي حزب جماهيري. هذه النخبة هي اللي رايحة تقود الثورة. لما نتكلموا على السياسي والعسكري بهذه الطريقة معناه رانا ننزعوا بعض الصلاحيات للبعض ونجعلوها حكر الآخرين. السياسي مجند وخاضع للانضباط مثل العسكري، ما العسكري إلا سياسي مسلح. بصح ما نقدروش ننكروا أنه اسم الجزائر دوا في مقر الأمم المتحدة que le FLN est désormais le sigle le plus connu dans la planète. هذا الكل مصح، وحدة الصفوف نتاعنا حتى واحد ما يقدر يناقش ضعفها. السياسي والعسكري يتمشوا مع بعضهم، ما نقدرش نفصلهم. وجماعة الداخل لازم يشاركوا في تسيير ثورة. لكن تبقى الأولوية للسياسيين. على هذا الشيء بالذات اللي أنا نقول القيادة نتاع الجبهة نتاع جيش التحرير لازم يكونوا في الداخل، لازم يكونوا متواجدين في التراب الوطني. اسمح لي سي عبان،
بصح الفكرة هذه تاعك ما تنطبقش مع الواقع. القيادة تعجبها التحرير الوطني إذا كان دخلت لداخل البلاد، ورانا درنا التجربة. تضل طرحل، تضل ترزم في حوايجها. الاستعمار راح يجيبها عقبنا بكل وسائل اللي عنده، بالعسكر بالشرطة. بس باش نتفهموا، إذا كان بعد هذا الاجتماع القرار خرج باللي ندخلوا البلاد، أنا اللي نسبق. في الجزائر العاصمة كنا نجمعوا مرة كل شهرين، مرة كل شهرين، وساعات الضغط الأمني يمنعنا باش نجمعوا كل الناس. كيفاش في رأيكم نقدروا نحقوا المتابعة، التنسيق والمراقبة؟ بس حكي باش يرحم والديكم، لما كناش في الداخل كيفاش نمدوا المثل؟ كيفاش نكونوا احنا القدوة إذا ما عشناش مع الشعب، إذا ما عشناش المعاناة اليومية تاع المناضل وتاع الشعب؟ كي تشوف هذا الطرح الله يقول لك لا يعجب، بصح يبقى طرح. إذا كان باش نعمروا لقيات ونعطلوا الأخرين على العمل نتاعهم، إذا كانت المهمة هي تصفية المجاهدين اللي راهم كل يوم يعرضوا حياتهم للموت، في هذه الحالة ما نحتاجوش السياسيين. بعد أكيد راح نوصلوا لمرحلة التفاوض. بعد السياسيين يتفضلوا يا سيدي ويعطونا شطارتهم. نقترح سيسيعو جديد يضم جميع مسؤولين ولايات الداخل، وسيانرا تكون من كل المجالس الولائية، معناها عقيد مسؤول سياسي عسكري وثلاث نواب لي كوموندون، بلا ما نقصوا بطبيعة الحال اللي تسميهم نتوما السياسيين. هذا هو أولوية الداخل على الخارج. الثورة تستمر، كل ما يطيح منا واحد يموتوا زوج. De CCE de 5 à 9 membres. Ouais, je vois. 5 militaires et 4 civils. T'as vu? Ouais. Sauf que, avec les signes de détenus en France, après 14. Pourquoi ils parlent de nous? Le CNRA a 54 membres. Ils se sont arrangés tous les pouvoirs. Ouais, mais ne crois-tu pas que la proposition large favorise un débat tout aussi large? Je t'en prie, France. De quel débat tu parles? Tu sais bien que chaque colonel est membre du CCE, ça tu le sais. Ajoute à cela les quatre membres du conseil de Wilaya, c'est-à-dire quatre commandants, dans le CREA. Chacun d'eux dispose de quatre voix en plus de la sienne. Tu peux me dire où est le débat démocratique? N'est-ce pas cela la direction collégiale pour laquelle, hein, me semble-t-il, tu t'es battu au congrès de la semaine? Ils ont brûlé la plateforme du congrès. Et Kérim est lui-même porteur de la plainte. Que reste-t-il de la direction collégiale? À vous, hein? À vous que tu es OK pour la direction collégiale. À condition, bien sûr, que tu en sois le directeur. Mais non, France. Tu me connais mal. Je ne leur ai jamais imposé autre chose que la rigueur et la méthode. Fais bien gaffe. Tu l'as dit toi-même. Je leur ai imposé. La méthode est un peu trop méthodique. Méthode méthodique? On manque de vocabulaire, mais bon.
Et ton rigorisme, ça tient d'une religion. Alors, dis-moi France, franchement, regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Est-ce une erreur de vouloir mettre des limites à la tentation autoritariste? Non. Non. D'accord. Donc, qui peut nier qu'il n'y a que le politique dans la révolution? De un. Oui, mais... Attends, j'ai pas terminé. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. De deux. Qui peut nier qu'il n'y a que le militaire dans la révolution? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, l'un doit commander l'autre. C'est inévitable. Il y va de la vie même de la révolution. Tu comprends? Comme on dit, il n'est pas convenable que les fusils commandent à Mao Tse-tung. Oui. Oui, mais pourquoi tu n'écriras pas tout ça dans le prochain numéro de ton journal? J'ai l'intention de le faire. Mais d'abord, il faut que j'accompagne le groupe des 3B au Maroc. Les 3B? Oui. Boussouf, Ben Toubel et Krim. Moi, je les ai parlé à les VBK. Oui. Mais parce qu'il y a deux noms de famille et un prénom. Mmh. Il paraît que c'est une invitation du roi du Maroc. Moi, je ne le connais pas personnellement, j'ai rien à lui dire. Mais ils insistent que je les accompagne. Alors, puisqu'ils insistent. Mmh. Quoi? Qu'il est fort ton café, France. Ben, c'est ce qu'on appelle un noir. Hein. Et encore, il ne restait plus de poudre dans la boîte. Dieu merci. L'amour peut être très récupéré en France. رأي العام الفرنساوي بدا اخيرا يفهم حقيقه الحرب تاعنا وشي اللي راه صاري في شعبنا. حتى الجيش الفرنساوي راه ينسج في المؤامرات. صفوفهم فيها هرم السلطه بدات تتهز والجنرالات تاعهم بداو يتمردوا على الحكم. نصار دوغول راه في الجزائر يخطوا بها البطل نتاعهم جنرال دوغول هو اللي يتولى الحكم. الاضطرابات هذه كامل نتيجة الثورة الجزائرية. بصح ما لازمش نرقدوا. ردوا بالنا وناخذوا حذرنا. النزاعات اللي تقدر تصرى بيناتهم كامل ماهمش رايحين يطلقونا. الحرب مازالها مستمرة. الحرب مازالها تطول. وانا ننصحكم تحضروا نفوسكم للتصعيد العسكري. في عوض اللي رانا قاعدين هنا نتناقشوا ونضيعوا في وقتنا باش نلقاو حل للهم تاع خط موريس هذا السد اللي راهو خانق المجاهدين في الجبال داخل التراب الوطني. لا لا رانا باسطين مفاوضات 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 بلا برك يا سي عبد الله. ما نديروش سلسلة فرايا نديرو سلسلة وقف القتال هي بدات ونتمناو ضربه واحده. سلسلة اش بس سياد التنسيق والتنفيذ هو فم يقولها هذه. ايوا ولا راك هنا باش تعطينا الدروس خير لك ما تجيش تحضر الاجتماع تاع سي سي او. سي سي او اش بس سي او واش من التنفيذ واش من التخطيط واش من انا عمي انا عمي سي سي او لجنه التنسيق والتنفيذ من الفم والملا. ورا التنسيق ورا التنفيذ اللي رانا نديرو فيه. هضر لي يا سي كريم المره الجايه ما قال لها نبعثوا لك الاستدعاء. ما تبعثوليش ما تبعثوليش ولا راكم ناويين تنحوني من اللجنه؟ ما كانش مشكل نحوني نهنيكم درك اعتبروني من درك مانيش معاكم. هكذا الثوره راهي دخلت تراب الوطني راهي في الجزائر. انا درك ندخل نكافح مع الخوالي راهم يحاربوا المجاهدين اللي راكم حاطين روحكم تحكموا فيهم من هنا. اسمع السي وزن كلامك. راني عارف راني عارف واش راني نقول وراني نوزن مليح راني باسط وهاد الخوالي راهم ثم ذا بهم يعرفوا كيفاش راكم تمارسوا هنا الثوره في تونس. السي اشنو هذا؟ تربح على بالك شكون جا اليوم؟ شكون؟ جات نعيمة الشنتوف ونفيسة حمود. على بالي. كيفاش على بالك؟ على بالي على بالي جاو باش نروح معاهم
لو كونغري انترناسيونال دي فام في كوبنهاغ. كوبنهاغن دنمارك على بالي. بون مانيش راح نسقسيك كيفاش عرفت. شنو رايك؟ القرار يرجع ليك وانت فاطمه، واش رايك؟ ما نروحش باش ما يقولوش مرت كريم بالقاسم راهي تتمتع بالدراهم تاع الثوره. فين غير تروحي؟ المراه الجزائريه او جونسي فرونسوانو قول له يدخل. فاطمه تروح للكوزينه. سالي فرانس. سالي كريم. Entre. Ça fait toujours plaisir de te voir. Assieds-toi. Merci. Alors, ça va? T'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Abdel Ramdan est mort au champ d'honneur? Au champ d'honneur? Il est vaste, le champ d'honneur. Il y a même de la place pour le mensonge. On s'en doutait tous, tous. Cela fait 4 mois depuis qu'il a disparu. Depuis la mi-décembre, il n'a pas donné signe de vie. Dis-moi, où cela s'est-il passé? Au Maroc? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. C'était notre ami. C'était notre frère. Et il t'appartenait de le protéger. Que veux-tu que je te dise? Il était pour moi aussi. Et pour nous tous. Faut-tu que je te dise que je ne suis pour rien? Ou que je suis coupable? Que devrais-je plaider? Devrais-je me justifier? Me défiler? Les mots me manquent. Quel que soit notre système de défense, l'histoire nous jugera. Je jure par cette poignée de terre sacrée d'Algérie gorgée de sang du Chouada que je l'accepterai la sentence quelle qu'elle soit. Non que j'ai raison. Mais parce que Aben était mon frère. Parce que j'ai failli quelque part. كيفوت النشيد بركوي فوتوها سناو فوتوها من وراء النشيد من وراء النشيد. اسمحوا لي هذا من اجتماع الاجتماع يحيى الوقت اللي كنا فيه في الجبل ما كل شيء كان باين. كنت مع عمرو صديق الكوموندو عز الدين هذا وين اللي حكم الولايه الرابعه عيانين. اسمحوا لي. الو نعم صح 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 معليش من بعد نعاود لكم. هاي صح صح اسمحوا لي. كما كنت نقول لكم السي عمرو صديق جاب معاه تقرير من الولايه الرابعه بومبا. وش فيها التقرير؟ خليها التقرير من بعد ندرسوه.
إذا كان فيه شيء أنه لازم يتحقق ولابد أنه يتحقق ويبقى هذا رأي شخصي يعني هو لابد من إنشاء قيادة أركان الجيش. أنت ماجور جنرال سيمبروك. نعم. قيادة أركان الجيش يا سيمبروك. نعم. وشكرك تشوف فيه قائد لهذا الجيش؟ أنا ما عنديش حتى واحد اللي باش نرشحه. أنت ما عندكش واحد ترشحه يا سي الأخضر؟ سكري. وهذه قيادة أركان الجيش تكون تبع الوزارة تاعي ولا هيئة جديدة مستقلة؟ أنا ليش رأي في هذه؟ هذا قرار رجع لمؤسسات الثورة واللي تقرر مؤسسات الثورة احنا نوافقوا عليه. شوف السي مبروك، المجاهد 19 سبتمبر 1958 le gouvernement provisoire de la République algérienne est constitué. بعد le président Farhat Abbas بالقاسم كريم انا هو vice-président du conseil et ministre des forces armées. سما قيادة أركان الجيش تبع الوزارة تاعي. بصحة بيناتنا سي مبروك، شكون اللي راك شايفو؟ شوفوا يا جماعة، نتكلموا بصح بيناتنا، كلشي متاعنا. اهدر برك، هدر سي مبروك. هي في الحقيقة كاين واحد الشاب لاباس به، يعني قاري مثقف ومتكون ولينا. اهدر سي مبروك، أنا عندي فكرة. أنا شوفوا باللي يصلح لهذا وراه معنا في الجيش ونظن تعرفوه. واش رايكم في الهوارب ومدين؟ ها لحقنا المسك سي مبروك، هذه القضية ندرسوها بصح ننطلقوا من مبدأ اللي تأسست عليه الثورة. المبدأ هو القيادة الجماعية. الثورة الجزائرية ما عندهاش زعيم، هي من الشعب وللشعب. هكذا سي مبروك. السلام عليكم سي ناصر. السلام. وجا سي ناصر. سي ناصر قول يدخل. تفضل سي ناصر. السلام عليكم. اهلا سي ناصر. الزول فلاك. هامك يا ناصر. صافا لاباس؟ والله الحمد لله. خليك سو كوستيم. ما مكنتش قلق سو كوستيم. انا توحشت. انا الوزير واش بيك؟ انا توحشت الكومبا. ريح. الحمد لله. ايوا سي ناصر. صافا والله غير الحمد لله. وقتاش لحقت؟ غير كيما. مرحبا بك. واش راكم انتم لاباس؟ لاباس سي ناصر والله الحمد لله. واش هذا نشوف غير الخير؟ ما كان والو. طبنا سي ناصر طبنا. انت راني نشوفك لاباس يا اخي. والله الحمد لله. راك مازال غير تسمى الله يبارك. لازم نكونوا هكذا سي كريم. مبروك عليكم الحكومه يا سيدي. مبروك علينا كامل. ان شاء الله. والله ما ناخذ ما نديش وقتك بزاف. جيتك واحد القضيه. تفضل سي نصر. والله سمعت واحد الكلام والناس قاعد الهضره هذه راهي تدور. واش راهم يهضروا؟ يقولوا بلي انت مجاهد كبير، مجاهد قديم. ووزير القوات المسلحة، شحمل معركة درتها في الجبال تقبل الناس كانوا في الجيش الفرنساوي اللي راه يقتل فينا يجوا ويعودوا يحكموا بحكمهم، يعني يمدوا أوامر للمجاهدين. سي ناصر نطرح عليك سؤال جاوبني بكل صراحة، هذو جزائريين ولا لا؟ جزائريين، لكن وين راهم؟ قيادة الثورة الجزائرية دارت نداء باش كل الجزائريين اللي في صفوف الجيش الفرنساوي ولا اي جيش واحد اخر يلتحقوا فورا بصفوف جيش التحرير الوطني. كاينه منها ولا ما كاش منها هذه؟ صح كاينه منها، كاين، ولكن راهم في الجيش الفرنساوي اللي الان راه يحارب فينا. حتى حنا كنا في الجيش الفرنساوي في وقت التجنيد الاجباري، انا كنت كابورال شيف. انت ثاني كنت في الجيش الفرنساوي ولا لا سي نصر؟ كنت بس هربت. بصح كنت في الجيش الفرنساوي. السي نصر هذو في الجيش الفرنساوي ولا جيش واحد اخر؟ هذو راهم خوتنا، راهم جزائريين
التحقوا بالثورة ولازم علينا نثقوا فيهم. علاش ما نثقوش فيهم؟ وعلاش ما جاوش من قبل سي كريم؟ دركي راهم هنا سي نصر وخلاو كلش ويزون ابوندوني لور كارير. هادو خاوتنا تخرجوا من المدارس العسكرية الكبرى، ما نقدرش نستغناو عنهم هكذا. فهمتني يا سي نصر؟ بيناتنا هادي انت تثق فيهم؟ انا نثق فيك يا سي نصر. انت تثق فيا سي نصر؟ تثق فيا ولا ما تثقش فيا؟ سبحان الله بينزل نثق فيك سي نصر. نقول لك حاجه، انا كنت نظن هذا الشيء راح يكون مفخره نعتز به. اما لا خلال المجاهد تاعنا اللي من 54 هو في الجبل يولي يتحي ويقردف اللي جا من الجيش الفرنساوي؟ معلوم يقردف له، معلوم يبايع، وعلاش لا؟ هذا هو قانون الجيش سي نصر ولا لا؟ هذا هو قانون الجيش. بصح راني نشوف كاين الناس يحوسوا غير ينشروا في الدعايات وفي الكذب، يزرعوا في الكذب. عيب عليهم سي نصر، عيب. سي كريم هادو اللي راني نقرتفوا لهم دوكا في الثوره مانعيه وبعد الاستقلال نقرتفوا لهم. اشفى منيح على كلامي. او جاي ليتا ماجور قياده اركان الجيش راح تفصل في هذه النقطه. ليتا ماجور هذه ما سمعناش بها احنا سي نصر، رايحين تسمعوا بهذا الشيء في الوقت المناسب. اسمع احنا واش ندير؟ ما شاورتونا ما درتوا لنا حساب ما والو، شنو هذا؟ ما احنا خضره فوق عشا. حاشا سي نصر، ما نقدروش نسمحوا فيكم سي نصر، ما نقدروش نسمحوا فيكم. نكملوا مع بعض ان شاء الله حتى الجزائر المستقله. قول لي وقتاش ترجع؟ الا كتب المكتب ان شاء الله غدوه، ان شاء الله نكون في الحدود. الله يسهل، الله يسهل سي نصر. وهادو يراهم معانا خاوتنا ما كاش مشكل. علاش سي نصر؟ صح سي نصر. يا دكتور ما نخليك. هيا مالا في عمان. سلامة، طريق سلامة. يعطيك الصحة، هيا بقى على خير مالاتنا. سلامة سي نصر، تحضري مالك. الله يسلمك، تحية الجزائر إن شاء الله. أمين سي نصر. هيا بقى على خير سي. سلامة. Un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation. Et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. ايه واش راهو يقول؟ انا عميه ايه بس سيد الرئيس هذه سياده محدوده. انا عم سيد الرئيس صح. هيا احتراماتي سيد الرئيس. دوكول راهو يقترح استقلال داخلي. انا عميه على بالي. وسي بورقيبه راه يقول لازم نقبلوا هذا الحل. وانتم علاش ما قبلتوش؟ هذه فرصه قبل استقلالنا. بيان اول نوفمبر يقول ما نقبلوش انصاف الحلول. الهدف تاعنا باين وواضح، استقلال شامل وكامل. فهمتي؟ هذا الراديكاليزم كلفنا اكثر من مليون شهيد. هنا كيدهن لا ديروا نسف جبهه وتشوفوا كيفاش يديروا. الو نعم وقتاش؟ وين؟ في الدار صح. راني جاي. اجتماع عاجل تاع جي بي ار. ونوجد لي فاليز باش نرحلو. فاطمه شتيها شي كامل على خاطر بداو يستعرفوا بينا. الاستقلال قريب ان شاء الله عزيزتي. اجتماع تاعك على 11:30 تاع الليل.
نسيت لك خبر تاعك. لكن الهاشمي Monsieur le Président, vous êtes prêt? Nous pouvons commencer? S'il vous plaît. Nous nous retrouvons, et nous nous retrouvons cette fois, nous l'espérons, pour conclure. Je voudrais vous rappeler brièvement ce que nous avons conclu aux Rousses. Il s'agit des conditions et des garanties d'application de l'autodétermination. La France est prête à envisager une association sur les plans économiques, financiers, techniques, culturels et celui de sa défense. Enfin, la France pense à sa sécurité et à la nécessité où elle est de garder certaines bases. J'estime, quant aux pourparlers qui viennent de s'ouvrir, en ma qualité de ministre des Affaires algériennes, qu'ils ne pourront se poursuivre pendant longtemps s'il n'est pas mis fin au combat. Monsieur Jox, il serait irréaliste de songer à la cessation des hostilités sous quelque forme que ce soit, sans que l'objectif politique fondamental, l'indépendance, n'ait fait l'objet d'un accord. C'est dire que l'intégrité du territoire national et l'unité du peuple algérien doivent être respectés en tout état de cause. Monsieur le Président, notre propos est bien en effet d'examiner l'autodétermination et tous les problèmes qui s'y rattachent. Mais il est aussi d'aboutir à une conclusion. Vous semblez chaque fois remettre en question ce qui a été conclu. Je peux vous assurer que notre discussion aura une sanction. Monsieur Jox. Nous sommes venus ici pour discuter de l'autodétermination et des problèmes qui s'y rattachent. Bien sûr. S'il s'agit de discuter sur l'avenir de l'Algérie, c'est un autre problème. La différence entre notre thèse et la vôtre est la suivante. Pour nous, l'autodétermination est une méthode. Elle donne seulement au peuple la possibilité de choisir clairement son destin. Loin de nous l'idée de ne pas discuter de l'avenir de l'Algérie. Or, ce débat sur l'avenir de l'Algérie ne comporte justement pas, pour la délégation française, de sanctions. Puisque M. Jox a dit, quand nous serons d'accord sur un programme, nous le présenterons dans une affiche électorale. Alors, permettez-moi de vous rappeler une chose, c'est que l'Algérie est faite d'individus, de tendances et de communautés diverses. Nous sommes là pour faire la paix, pour construire l'Algérie de l'avenir, ce qui implique que nous réfléchissions à tout ce qui peut y arriver. Nos positions ont été exposées, elles vous sont connues par la presse. Si nous n'aboutissons pas à une solution, je ne vois pas pourquoi on est réunis. Ben justement, nous ne sommes pas ici pour ne pas aboutir. Notre discussion devra se terminer par une sanction. Sanction ? Oui, enfin, une solution. Il s'agit de savoir si nous parviendrons ou non à un accord. Des trois options envisagées, il ne reste que l'option de l'association, car l'option de l'indépendance est menacée. En effet, menacer l'Algérie de regroupement, de partition, dans le cas où le peuple algérien choisirait l'indépendance, revient à limiter sa possibilité de choisir son destin. Nous attendons votre réponse. Mais nous sommes tout prêts à vous donner d'autres éclaircissements et de vous laisser tout le temps qui vous est nécessaire pour nous la fournir.
Je propose qu'on fasse une suspension de séance. Si tout le monde est d'accord. 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 Oui, très bien. Très bien. Nous vous avons écouté ce matin avec attention. Les principaux problèmes de l'autodétermination sont à notre avis les suivants. L'apaisement, qui doit préparer le véritable cessez-le-feu. Le cessez-le-feu lui-même étant entendu que la situation du cessez-le-feu ne peut naître du matin au soir, mais d'un ensemble de conditions dont certaines sont politiques. Je vais revenir sur cette question, car elle est capitale. Nous pensons également à l'organisation de la période intermédiaire. Il s'agit, et pour cela je rejoins ce qu'a dit ce matin M. Sardem, d'assurer la continuité de la vie du pays et de préparer les transitions. Peut-être est-il possible de trouver les formes qui, si les circonstances le permettent, assureront la participation des citoyens de toute tendance à la gestion des affaires, et en particulier permettront de travailler ensemble à la préparation de l'autodétermination elle-même. Vous avez soulevé vous-même d'autres questions, en particulier celle de l'étendue du territoire auquel s'appliquera l'autodétermination. C'est l'affaire du Sahara. Je sais que cette question vous turlupine, Monsieur Daleb. Je crois que vous êtes vous-même du Sahara. Oui, je suis du Sahara. Je suis de cette partie de l'Algérie qui s'appelle le Sahara. J'y viens, justement. Eh bien, nous sommes, bien sûr, prêts à l'aborder. Aborder ? Eh bien, Oui, il faut aborder. Je vous en prie, oui, bien Monsieur sûr. Daleb. L'unité du peuple algérien devra être respectée. D'accord, oui, très bien. Mais déjà, nous n'employons pas les mêmes termes pour le définir. Alors écoutez-moi, Monsieur Daleb. Vous dites population, et nous disons peuple. Vous nous avez parlé souvent de l'unité du peuple. C'est en effet une question essentielle. Mais je dois vous dire que nous ne l'entendons pas comme vous. Pour qu'il y ait unité du peuple, il faut d'abord qu'il y ait un peuple. Non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ce que vous êtes en train de dire. Non, Monsieur Georges, on n'accepte pas. Ce que vous êtes en train de dire, Monsieur le Président, est inacceptable. Dahleb, arrière, riez, Dahleb, riez, fais plastique. Monsieur Georges, c'est là tout votre problème. Vous niez l'existence du peuple algérien, comme vous l'avez toujours fait. Cette idée est profondément ancrée dans vos esprits, car elle est le fondement de l'idée coloniale. Monsieur Krim, vos mots déplacent le débat sur un autre terrain. Alors, nous n'avons plus rien à faire. Non, attendez. Entendons-nous bien. Monsieur Krim, pour nous entendre, si vous croyez tout arranger en posant une question, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je crois qu'il faut apaiser, discuter, expliquer. Et c'est en tant que responsable que je vous interroge. Monsieur Jox, vous m'interrogez en employant des termes blessants et en niant le peuple au nom duquel je suis là. Le gouvernement algérien représente le peuple algérien des plaines, des montagnes et des villes. Et du Sahara. Cette délégation le représente. Elle parle au nom du peuple algérien. Nous sommes venus discuter des conditions d'une libre consultation permettant au peuple algérien de s'exprimer en toute liberté, sans contrainte ni pression.
Nous allons relire. Vous voulez relire le texte intégralement? Il y a 93 pages. Oui, s'il vous plaît. Conclusion des pourparlers d'Évian. Des pourparlers entre les représentants du gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale se sont déroulés à Évian du 7 au 17 mars 1962. Au terme de ces pourparlers, les représentants du gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale s'étant mis d'accord sur les garanties de l'autodétermination et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire, ont conclu un accord de cessez-le-feu. Les représentants du gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale ont établi d'un commun accord des déclarations qui définissent la solution d'indépendance de l'Algérie et de coopération avec la France. Regardons maintenant vers l'avenir. Nous savons ce qu'il sera. Nous savons que l'Algérie va vers l'indépendance. Nous espérons que ce sera dans l'amitié et que l'avenir fondera solidement ce que le passé n'a pas pu faire. Souhaitons que notre travail difficile et nécessaire aboutisse pour le bien de tous. Messieurs, merci. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous exprimer nos sentiments au terme de ces négociations commencées le 7 mars et qui, grâce à la volonté et la bonne foi des négociateurs, ont abouti à un accord qui permettra, nous en sommes sûrs, la réalisation des aspirations nationales du peuple algérien à la liberté et à l'indépendance. Merci. Ça n'a pas été facile. C'est le moins qu'on puisse dire.